من برنامج صباح الشروق. تمر 5 دقائق على افتتاحية برنامجنا الصباحي، راح نسير سيرورة جميلة من خلال كل ما اخترنا لنهار اليوم. حضرنا فقط انفسكم، كثرنا من اتصالاتكم، نضع تحت صرف الجميع رقم وحيد واوحد يمكن للكل التفاعل معنا من خلاله، حتى زيارة مواقع التواصل الاجتماعي متاحة للجميع. الورقة اللي دائما نحبوا نفتتحوا بها يومنا، نحبوا نعطوكم من خلالها كل الطاقة الإيجابية والحيوية، هي الورقة الرياضية اللي تكون دائما بإمضاء مميز من الكوتش منير بوشير. بغياب العصير. مشاهدينا الكرام، صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في قناة الشروق، حصة صباح الشروق في الفقرة الرياضية مع الكوتش منير بوشاوي. اليوم برنامج تاعنا راح نخدموا يكون شويه سبيسيال، دائما كما لازم علينا، واش لازم علينا نديروا؟ لازم دائما نوعوا لكم في البرامج هكذا باش تقدروا يعني باش ما يكونش عندكم ملل في البرامج اللي نديروها لكم، دائما نجيب لكم حاجه جديده. اليوم راح نخدموا الخدمه تاعنا راح تكون راح نخدموا اسفل الجسم، نخدموا تقويه عضلات لو با دو كور، لكن راح نخدموهم على ستاب، يعني اللي عنده ستاب كما هذا سي بيان، سواء في القاعه الرياضيه تخدم به ولا برا، ولا ما عندكش سيد حوس على الدرجه اللي راح تخدم فيها التمارين اللي راح نخدموهم فيها. بلا ما نطول عليكم، نديروا تسخينات بسيطه للمفاصل والعضلات اللي راح نخدموهم بوكو بلوس، اي ابري نبدا مباشره في البرنامج تاعنا. نخدموا لهنا 10 خطرات، هذا التمرين كما راكم تشوفوا فيا لهنايا، 10 حركات 10 عدات. نكملوا هدايا، نخدموا لي دومي سكوات هنايا، نحسبوا 10 خطرات نفس الشيء، كل حركة نديروها نخدموا منها 10 حركات. هادو ما باش تعرفوا مشاهدينا الكرام انه نديروهم باش نتفاداو الاصابات وباش نوجدوا العضلات اللي رانا نخدموا فيهم، يعني يكونوا في حالة يعني باش يخدموا بيان، يعني باش يكون التقلص تاعهم تدريجيا، ما نبقاوش ما نطلعوش مباشرة في الشدة تاع التمرين ولا ندخلوا مباشرة في الحصة تاعنا ولا في البرنامج تاعنا. الو كما قلنا نسحقوا لو ستاب تاعنا، واش راح نديروا؟ التمرين الاول راح نبداو به اللي هو بازيك سامبل، نهبط سكوات هنا كما راكم تشوفوا بوزيسيون دو سكوات يديا لهنايا، وراح نسي نطلع ونهبط على ستاب يمين يسار، تبعوا معايا. نطلع هنا 1 2، نعاود نهبط 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، يمين يسار يمين يسار. دوكا راح نفهمكم التمرين كيفاش باش يكون طريقة صحيحة وباش تستهدفوا بيان العضلة اللي نخدموا فيها. لازم دو بريفيرونس مشاهدينا الكرام لي جونب تاعكم ما نطلعوش بزاف، يعني كي نطلع في الدرجة ما نديرش هنا، خاطر على بالي كاين واحد يدير الغلطة هذه بزاف، هي نو نسي نقعد لتحت، نسي لي جونب تاعي يكونوا فليشي، يعني العضلات تبقى في حالة تقلص هنايا، ونطلع ونهبط هنا 1 2، وراني هابط مانيش نطلع بزاف باش ما العضله ما تعاودش تتمدد كومبليتوم. هذا بالنسبه للتمرين الاول. هنايا راح نخدموه، هذا التمرين الاول نخدموه بالوقت، يعني نخدموا دقيقه 4 مجموعات 3 دقيقه، مده الراحه 30 40 حتى 50 ثانيه بين كل مجموعه. نروح للتمرين الثاني. التمرين الثاني واش راح يكون؟ راح يكون فونت ستاب، راح نحط رجل اليسرى هنا ولا اليمنى، والرجل الثانيه راح تكون على الارض. هنا واش ندير؟ راح نطلع، راح نخدموا هذا دو بروفيل هكذا باش تشوفوا احسن، هكذا باش تشوفوا الرجل تاعي كيفاش راح تخدم. تابعوني بيان، نحط رجلي لهنا اليسرى كما قلنا ولا اليمنى، وراح نحاول نطلع ونهبط على ستاب هنا، نهبط هنا 1 2، 1 2، 1 2، 1 2، نحاول ان نخلي الظهر تاعي يكون على استقامه واحده، ونزير بيان عضلات البطن ديالي، ونحط القدم تاعي هنايا ونعاود نولي 1 2، 1 2، نحسب 10 خطرات، كي نكمل 10 خطرات للرجل اليسرى ونروح للرجل اليمنى نفس العمل هنايا كما راكم تشوفون، نحط الرجل تاعي هنا 1 2، 1 2، 1 2، نحسب 10 خطرات يمين 10 خطرات يسار، مده 4 مجموعات كما قلنا، فتره الراحه 30 40 حتى ال 50 ولا دقيقة هي راحة ما بين كل المجموعة. يبقى لنا التمرين الأخير، التمرين الأخير نفس الشيء، هنا الحين نخدموه، يلا نخدموه دو بروفيل هكذا باش تشوفوني بيان. الحين نخدموا يوني لاتيرال، هنا رجل واحدة راح تكون لاصقة فوق ستاب، ودوزيام جومب تكون فليشي، وأنا واش راح ندير؟ راح نهبط هنا نفليشي هنا 1 2،
ثلاثة ونطلع الجنو تاعي هنا، أنا عاد نولي نهبط، واحد اثنين ثلاثة ونطلع، نعاود ندير لكم واحدة أخرى، واحد اثنين ثلاثة ونطلع الجنو الأعلى، وهذا الرجل تبقى دائما لاصقة على الستاب، يعني سي ولا على الدرجة اللي عندكم في الدار، يعني سي ما نحيهاش، ونروح للجهة اليسرى نفس العمل. كاين حاجة مشاهدينا الكرام، نحاولوا أنكم كي تهبطوا هنايا سيو الجنو تاعكم ما يروحش بزاف القدام، يعني ممكن غلطة يديروها بزاف، خاصة تقدر دير لكم إصابة، سيرتو الناس اللي راهم في وزن زائد، الناس اللي دير هكذا هذا خطأ، نو، نسي دائما نطبع للخلف، هنا هنا واحد اثنين ثلاثة ونطلع الجنو، نعاود واحد اثنين ثلاثة ونطلع الجنو، نزيد واحدة أخرى، واحد اثنين ثلاثة ونطلع للأعلى. هذا كان آخر تمرين، كانت آخر حركة للبرنامج تاعنا تاع اليوم، إن شاء الله تكونوا تبعتوا معنا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفقرة تاع اليوم اللي كانت خدمنا فيها عضلات الأرجل على ستاب اللي هي الأداة اللي جبناها جديدة في البرنامج تاعنا جديد. ما علينا نقول لكم أبقوا في البرامج ولا الفقرات اللي مازالوا معنا تاع حصة صباح الشروق، وبقوا أوفية الفقرة الرياضية، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، بقوا على خير والسلام. شكرا للكوتش منير البوشاوي على هذه الحركات الرياضية اللي كثير من الناس يستصعبها، لكن ليس من صعب عند الله عز وجل، فلينظر الإنسان المنكر للبعث مما خلق يعلم أن إعادة خلق الإنسان ليست أصعب من خلقه. رح نعملوا إضاءة من خلال محطة وتطمئن القلوب حول سورة الطارق الآية الثامنة، إنه على رجعه لقادر، بحضور الأستاذ حمزة جزار بعد هذا الجنجل. أهلا وسهلا بالجميع، تفضلوا. وينضم إلينا الأستاذ حمزة جزار، أسعد الله صباحك بكل خيرات. أهلا أخي لطفي، أهلا بالمشاهد الكريم، صبحكم الله بالخير والبركات. ما الذي يميز هذه الآية الكريمة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا في البداية أخي لطفي، الموت تلك الحقيقة المرة التي يعلمها كل إنسان، والتي ينتقل بها الإنسان من حياة إلى أخرى ومن دار إلى دار، تلك الحقيقة التي أجبرت الناس على اختلاف منازلهم ومطالعهم أن يروا الحياة محطة عابرة لا خلود فيها ولا قرار، فقط يعني عابرة، الحياة سفر والناس فيها مسافرون، وإنما الغاية واحدة، نعم، وهي الآخرة، نعم، وإنما كذلك اختيارهم في الطريق، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منهم من يلزم طريق الجنة ومنهم من يلزم طريق النار. لهذا ربنا جل وعلا يقول في آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ولم يعش بعدها النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلا تسع ليالي كما قال العلماء، كما قال التفسير، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويشبه هذا الآية العظيمة التي ذكرتها من سورة الطارق، وهو محل حديثنا وتأملنا، إنه على رجعه لقادر. وأهل التفسير ذكروا فيها عدة تفاسير ومعاني، قال كما قال مجاهد، قال على رد النطفة في الإحليل لقادر، وقال بعضهم على رد الماء في الصلب كما كان لقادر، وقال بعضهم على رد الإنسان ماء كما خلق من قبل لقادر، وقال كذلك مقاتل، قال على رد الكبير شابا، وعلى رد الشاب صبيا، وعلى رد الصبي نطفة. هناك الخلق، نعم، عملية الخلق، نعم، وإعادة الخلق، وإعادة البعث من جديد. لهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه وقتادة، يقول أن الله سبحانه وتعالى على بعث الإنسان بعد الموت لقادر من جديد. وهذا الذي عليه عامة أهل التفسير من السلف ومن بعدهم، لأن السياق يدل على بيان قدرة المولى سبحانه وتعالى، ويشبه ذلك ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في أواخر سورة ياسين.
أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وهو من يقول الشيء كن فيكون. بارك الله فيك. نعم، وفي آخرها قال ربنا سبحانه وتعالى هذا الكلام. الكافر يريد أن ينكر البعث وما علم أن الله سبحانه وتعالى يعني خلقه ولم يكن شيئا مذكورا، خلقه من نطفة. فالله سبحانه وتعالى يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. نبي ربنا سبحانه وتعالى يقول نبينا يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لهذا المنكر للبعث بأن الذي يعني الذي خلقك ولم تكن شيئا قادر بإذن الله سبحانه وتعالى أن يردك من جديد، نعم قادر على أن يبعثك. لهذا الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي يحيي العظام وهي رميم هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الرطب الندي البارد نارا يعني محرقة شديدة. وماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يخص هذه الآية؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم العديد من التفسيرات للقرآن الكريم، صح؟ طبعا طبعا طبعا. لهذا يعني هناك حديث عظيم أخي لطفي، وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما، يقصه علينا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قال كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى الأرض أن اجمعي ما فيه ففعلت فإذا هو قائم، فقال له سبحانه وتعالى ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب. وفي رواية أخرى قال مخافتك يا رب. هذا الحديث العظيم أخي، يذهب الجسد لكن تبقى الروح. نعم طبعا، لكن هذا الحديث والله فيه من العبر الشيء العظيم. هذا الحديث يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثيرا ما يقص علينا قصص الأقوام السالفة الغابرة العابرة لكي نتعظ ونعتبر. فهذا الرجل أسرف على نفسه في المعاصي، نعم، والآثام والذنوب، يعني حتى أساء الظن بعمله أنه لم يعمل خيرا قط ولم يدخر عند الله سبحانه وتعالى خيرا. وجاء في روايات أخرى للحديث، هذا فيه روايات يعني توضح وتبين قدرة المولى سبحانه وتعالى. ففي رواية أخرى أنه لم يعمل من الخير شيئا إلا التوحيد. تصور أول ما نلحظ أن هذا الشخص كان من أهل التوحيد وإلا ما غفر الله له. فهذا الرجل يعني أسرف على نفسه فأصبح خاطره يؤرقه، نعم، وهو الذي يعني بقي مضى منه عمر وبقي منه عمر كيف يسير إلى الله سبحانه وتعالى. فجمع أبناءه فقال لهم إذا أنا مت، قال في رواية أخرى قال فدقوني فأحرقوني حتى إذا صرت حمما أي فحما، قال فدقوني فاطحنوني اهرسوني بالمهرس، كلها روايات وردت في الحديث. ثم ذروني في نصفي في البحر ونصفي في البر، لكن متى؟ في يوم ريح عاصف. تصور يعني جعلوا بعدما تطحنونني جعلوا نصفي في البحر ونصفي في البر واختاروا يوما تعصف فيه الريح. قال نعم، أي لا يبقى منه أثر. نعم، فوالله لئن قدر الله علي لم يغفر لي، هذه رواية أخرى. نعم، لهذا يعني هذا الرجل سبحان الله العظيم يعني من شدة خوفه وخشيته من المولى سبحانه وتعالى أصابه الذهول وأصابته الدهشة واللاوعي، حتى يعني هذا الخوف والخشية يعني أذهب لبه وعقله، يعني الآن أصبح لا يحسن التصرف، لكن هو الآن يبحث عن حيلة يلجأ بها إلى المولى سبحانه وتعالى بأخف ضرر. الآن يعني يتقرب إلى من؟ اختار الولد، أبناؤه الذين يعني أبناء الذين رباهم وتعب عليهم وقدم لهم، نعم. فالآن ولكن كيف يستعمل هذه الحيلة؟ الآن اختار، يعني هل يختار الترهيب أو الترغيب؟ لكنه ماذا فعل؟ جمع بينهما، جمع بين الترغيب والترهيب. وهذه قاعدة بإذن الله سبحانه وتعالى، لا الترغيب مطلقة ولا الترهيب مطلقة، فالإنسان يجمع بينهما. فجمع أبناءه فقال لهم في الترغيب أي أب كنت لكم؟
قالوا خير أب، نعم. قال فهل أنتم مطيعين؟ قالوا نعم. يريد الأب الآن أن يستوثق من أبنائه، يعني سبحان الله أن يستوثق من أبنائه، يعني ما قدمت لكم من أبوة حانية ومن يعني من أموال ومن تربية وكذا، يعني أريد أن تنقذوني من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم أتى على الترهيب فقال لهم لا أدع عند أحد منكم مالا هو مني إلا أخذته منكم. الآن يريد الآن أن يسترد أموالهم وأخذ منهم ميثاقا. قال بعض العلماء، أخي لطفي أخي المشاهد، قالوا بأن والدهم كان ربما كان يعينهم وكان يقرضهم وقت شدائدهم لأنه كان صاحب مال نعم، فكان يقرضهم فأراد أن يسترجع أمواله إن لم ينفذوا أمره. وقال بعض العلماء لعل الوالد أراد أن يعود في هبته، والمعلوم أن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال العلماء إلا الأب فإنه يجوز له أن يعود في هبته لأولاده من باب التربية والتأديب لهم. بعد هذه القصة وهذه الروايات روايات الحديث، يعني قام الأولاد بوصية أبيهم الجائرة. هناك وصايا جائزة لكن هذه وصية جائرة، فطبقوا ما قال والدهم وفعلوا فعلتهم. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى الأرض أن اجمعي ما فيه ففعلت. وفي رواية أخرى قال الله له سبحانه وتعالى كن فكان كأسرع من طرفة العين فإذا هو قائم. بنفس الجسد، بنفس الجسد نعم، جمعه الله سبحانه وتعالى. لا تتغير الأجساد يوم القيامة، لا أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سن واحدة يوم القيامة، يعني ورد الحديث نعم 33 سنة، هذا هو سن أعمار يعني أعمار أهل الجنة يعني في الجنة نعم. فالله سبحانه وتعالى جمعه فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب فغفر له. يعني سبحان الله العظيم، يعني الله سبحانه وتعالى قال في سورة الطارق إنه على رجعه لقادر. مهما الإنسان والله تلاشى وذرته الريح وتشتت وتغير نعم وتغير، يعني لأن الأمر هذا عند الله سبحانه وتعالى سواء الإنسان قبر على حاله وعلى هيئته نعم، وسواء الإنسان طحن أو سحق أو أكله السبع أو أكله الحوت أو ألقي في من أي مكان يبعث من جديد، يبعث من جديد إنه على رجعه لقادر، وتلتقي الروح بالجسد من طبعا جديد. طبعا لهذا نعم، وخلاف عند أهل العلم، هو كلام عند أهل العلم هل يقع العذاب حتى في القبر على الروح والجسد أم لا، فهذا موضوع كلام عند أهل العلم جدا. لهذا الحديث كذلك فيه مقام من أعظم المقامات ومقام الخشية والخوف. يعني الإنسان سبحان الله العظيم، يعني هذا الرجل يعني من خوفه وخشيته من المولى سبحانه وتعالى حين أسرف على نفسه بالذنوب، يعني خشي أن يلقى ربه على هذه الحال، تصور. لكن حين قال للمولى سبحانه وتعالى يعني خشيتك يا رب، كان هذا كافيا للمغفرة. وأهل الخشية يعني هم يعني أصحاب القلوب، يعني أصحاب القلوب الخائفة، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم نعم، وصفهم وأثنى عليهم قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، وهذا في الحديث القدسي، وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول في القلب قلق لا يسكنه إلا الاجتماع على الله والفرار منه إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يعني هذا الرجل يعني رغم فعلته الجائرة يعني وقد طبقها أبناؤه، لكن يعني ثمة مقام يعني أوصله إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله، يعني الإنسان سبحان الله العظيم يعني في هذا المقام، الإنسان مهما طال به العيش ومهما يعني تلذذ بهذه الدنيا وزخرفها ومتاعها، فإنه راجع إلى ربه سبحانه وتعالى. لا بد أن يدرك ذلك، ولا بد أن يتدارك ويستدرك على هذه النفس
إن كانت النفس في غفلة فعليه أن يؤدبها وعليه أن يردها إلى بارئها سبحانه وتعالى، وهذا بالطاعات والقربات، والله المستعان. أذكر إن نفعتي الذكرى. شكرا لك أستاذ حمزة جزار، وضعتنا في حضرة القرآن الكريم من خلال هذه الإضاءة حول هذه الآية الكريمة. ونحن في بيوت الملايين من المشاهدين اللي اختاروا قناة الشروق العامة وبرنامج الخدمات الصباحي صباح الشروق، نعود الصبح بالخير على الناس الطيبة اللي تابع برنامجنا. كل الفائدة والاستفادة تجدونها من خلال عددنا لنهار اليوم. كثرنا فقط اتصالاتكم، نضع تحت تصرف الجميع رقم تليفون واحد وأحد، يمكن التفاعل والتواصل معنا وكل ما اخترنا لنهار اليوم من محطات ومواضيع نفيد من خلالها جمهورنا الغالي على قلوبنا، جمهورنا الطيب، جمهور قناة الشروق تي في. رايحين على فاصل مشاهدينا، من بعد راجعين كي نشف إيمان. صباح الخير. صباح الخير لطفي، شيف رقم واحد في المطبخ، شيف نديم. والعوده، مرحبا بك نديم. الله يسلمك. صباح الخير ايمان، صباح الخير لطفي. اهلا نديم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بك شيف نديم. البارح قالوا لي بيعوا له خلاص، قالوا لي البارح ايمان مرة نديم مرة وما كانش، قلت لهم يكون في كاش غابح وسع لك اعشاب نبته من نباتات باش حضرها لنا الاطباق. هو اللي يبارك يحوس على النباتات، يقول له اسمع هذيك النبته اللي يحوس عليها الخبيز. الخبيز لازم نحضروها لانه فيها فوائد عظيمه. ماشي الخبيز اللي خطره قلت لنا في مليانه ديروا بها مرغنيس. مرغنيس لا 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 لا، هذيك تيمرصات. تيمرصات دير بها محاجب. شوفي كاين تيمرصات تنبت في الوديان وكاين المرغنيس تنبت في الجبال. اوكي، وانت دائما تقول نادم وين كنت؟ واش من الجبل رحت ليه؟ كنت نذبح لك في البقره باش نجيب لك الانسان. مرحبا بك. ربي يخليك لطفي. صباح النور شيخ نادم، خليك صباح الخير على جمهورك. نعم، صباح الخير كل مشاهدينا الكرام. اليوم ايمن حنقدموا اليوم المفاجاه لطفي. نورمالمون لطفي يجي اليوم. لطفي انا ما تقوليش حناك البقره، ما تقوليش ما تقولوليش حناك البقره. هادوك غدوة ما تقوليليش اليوم ليك. ما تقوليليش ما تقوليش ما تقوليش لا راح الحب ما يوليش. فكروني في الاغنيه هذيك. نعرفهاش. نعم، اغنيه جزائريه كيفاش ما تعرفيهاش؟ من النغم الجميل الجيل الذهبي هما اللي يعرفوها. اذا واش راح تحضرنا اليوم؟ ها لطفي قدامك اللسان تاع تاع البقري هذا ياك؟ تاع البقري. نعم، لهنا خاطر كنا غليناه لهنا. ايه راهو لهنا غلا. شي طحال اللسان. الله الله. نعم، اليوم حنديروا لهنا بين الطلب. خليتيني غير درك ولا من بعد ثاني تخليني اللسان؟ انا اول مره نشوفه قدامي. صافي باش تاكليه تاكليه. نحو البابي فيلم هكذا. لا 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 باش يبان. اه؟ جامي ما دقته، جامي ما كليته. شنو؟ لسان؟ تاع لسان. لا. والله العظيم. اه؟ لا في العيد يعني. في العيد كيما تاع الغنمي نفس الشيء. ني الغنمي ني بقري. اه غريب يقولوا نعم. والبقري تحب الاطباق التقليديه. نعم. غريب. ايه هذا لسان البقري. درنا لهنا لسان تاع البقري لهنايا، رحنا بعد كنا غليناه لهنايا. ايه درنا له لهنا، درنا الماء يغلي، درنا له مراقه، لازم الخل يكون فيه، خاطر الخل ينحيلوا هذوك الزوايا اللي يكونوا فيه، وهذيك القشره تاعنا. الجزده هذيك القشره. نعم، هذه القشره خاطر هذه هي اللي لازم تنحى، القشره اليابسه هذه. نورمالمون انت تبقاي باش تعلمي ايمان. لازم تنحى. انا جاي معاكم. نورمالمون تجي تعلمي. انا بالعاني خليتها لهم باش نوري لهم كيفاش لازم. هذا يتنحى الغلاف هذا. ها اسمع. هذه تجي عاصيه يعني لو كان طيبيها ما. هذه لازم تنحى هذا الجلد. هذه لازم تنحى الجلد. نحى كامل هايلي، لازم نحوها كامل. ومن بعد انا ايمن لهنا دوك نغليوها. كنا واش درنا له؟ لا احنا كنا غليناه، درنا الماء، درنا له زوج ملاعق تاع الخل، سنينه تاع الثوم، رند. نعم، درت له انا كذلك لهنايا شويه تاع الزيتر، سنينه تاع الثوم كما قلنا، حبه تاع البصل. خلينا نغلي خاطر هذيك لاصوص تاعو بعد ما عندنا ما نديروا بها، لاصوص تاعو نغليوها لهنايا حتى نحسوه باللي هذيك القشره تاعو بدات طير لنا، نقدروا نتحكموا فيها نحوها. وما نقطعوا ايمان نقطعوا هنايا نقطعوا دي طرونش، خاطر على حنايا في العاصمه ولا في الجزائر لهنا نعرفوا غير بالحميصه شطحها، غير بالحميصه شطحها. نعم، مي كاين بعض المرات نديروا بالزيتون، يمدلوا خفه ويمدلوا بزاف بالماء ونبدلوا على ماش ما نبينوش باللي لسان غير لازم بالزروديه ثاني. الزروديه كانوا طاجين زيتون. كان طاجين زيتون. نعم، حنا لهنا زدنا له برك مرق احمر.
مرق احمر اللي نديرو خاطر لازم يتنك الحمر. وكذلك كاين بعض المشارقه والاخر ما يديروش كيما احنا اونصاف لانه في غيابك انت كنت مازال ما حطيتش لسان هنايا انا وياك قعدنا نتوقعوا واش هو الطبق. قالت لي شوف نديم راه كيما قلت راه يجيب الحشا واش بزاف يا خاله لا ديجا رانا في الوقت منصمه لازم تكثروا لازم تكثروا ايمن هو الحشاوي كاع ياكلهم انا نحب شوف انا نحب ندير الحشاوي كيكون لطيف انا نحب ناكل كل ما هو نباتات طبيعيه صح فيها فوائد عظيمه. وبعد قلت له لطفي طاجين الزيتون يجي من القبيضه قلت له انا داير فلفل دريس بعد استغربنا وشنو قاعد نحوسوا صح قالت لي الشرموله تاع واسمو تاع الزروديه قلت حيشر من الزروديه حتى الشرموله الزروديه الزيتون قلت ما تجيش يعني لغز درت لغز درنا اليوم نعم باش عرفنا الحل. قلنا لهنا كاين بعض البلدان ما يديروش كيما حنا نديروا الشطيطحة ولا صوصوج كاين اللي يحمروه برك كي يطيبوا الاخر يحمروا كاين اللي يديروا غير في السمن في الاخر يعاودوا يقليوها برك ياكلوها هكذاك مقبله كيما كاين بعض المناطق اللي حيديروها شغل مشرمل يديروها كذلك لهنا كيما حنا نقولوا حنا تكتوكه ديالنا ويضيفوا لها لهنايا مكعبات تاع اللسان تاعنا بعد ما يكون طاب يجي مشرملة كذلك هذه سيده ايمن تجي بزاف بنينه كذلك لا ما راحش دي احدي الفلفل نتاع هذه وحدها لا هذه وحدها بصح هنايا هذه وحدها بصح قبل نعم تندر كذلك بلسان هنا ما عندناش مشرملة هنا لسان حيديروه لهنايا مشرمل وحنديروه اونصوص اوكي كذلك لهنا قلنا حنديروا اونصوص ولهنا حنديروا في الاخير حنديروا لهنا الغريبيه لهنايا اللي تاع توانسه كما نديروا حنايا الغريبيه شبه الغريبيه تاعنا بك تجي شويه صغيره وتجي شويه ماشي كما تاعنا تجي عاليه وتندار غير بليده تندار بالزيت حنا تاعنا تندار غير هذه تاعهم تندار غير بالزبده هذا بك هذا حسبت لي الجو تاع لا هذا على بالك مقبله طلبت عصير غير شويه ونجي نقول لك شربي يا خي كنت احنا طينا هذا نشربوا مزيه ما درتش على قولوا لي برك ماشي يبان عصير برتقال حسبت لي عصير تاع برتقال لا لا هذا اللي بعد ما ذوبنا هذه زبده بعد ما ذوبناها لهنا خلوها لهنا الزبده هذه كما نقولوا تتقاعد باش نحو لها نحو اليده نتاعنا ونحو هذاك الماء اللي يكون فيها هذه فوا كاين زبده اللي فيها الماء فيها الماء صح نعم لا هذاك الماء هذاك هو الغربيه تاعنا اللي ما تجيش شغل بزاف تجي شغل معجنه لداخل تجي يابسه لهنا هذه هي هنا نبداو على بركات لا قلنا هنا اللسان تاعنا بعد ما غليناه كما قلنا عليه نخلوه حتى يطيب مليح والقشره تاعو لازم تتنحى لنا لهنا واش درنا احنا المقبله تاعنا حنديروها على شكل مشرمل لهنايا واش نديرو انا مقله نديرو لها حبه تاع البصل مقطع مكعبات نضيفوا لها كاين التسنينه تاع الثوم نديرو شويه تاع الزيت نضيفوا لها كذلك بعد ما تقلنا نضيفوا لها لهنا الفلفل ما قطعناه لهنايا شرائح ومن بعد نضيفوا لها لهنا طماطم نقطعها مكعبات صغار من بعد نقليوها مليح عندك توابل ملح فلفل الكحل وشويه تاع الكمون عرفوا لساني يحب الكمون لهنايا نديروا له كميه قليله تاع الكمون نخلوهم يتقلاو مليح ومن بعد نضيفوا لهم لهنا دوك هنا شرائح نحب نقطعهم هكا يا رائح يكونوا صغار ولا ديكيب صغار كما الشرموله تاع الكبده ولا تاع الحامولة نقليوهم مليح ومن بعد نغطيوهم نخلوه يطيب لنا يتشرب كاع ديك لاصوص تاعو في الاخير نضيفوا له ملعقه تاع زيت الزيتون ولا اثنين وكميه تاع المعدنوس هذه تجي مقبله نحبوا تاكلوها كما حنا نقولوا بارده ولا ناكلوها سخونه كما نحبوا وفيها اللسان فيها اللسان اللسان لهنايا يتحمر معاها لا خاطر على اللسان ديجا دوك يتحمر مع يمد هذيك التحميره هذيك يجي شغل محمر قلت كاين بعض المناطق اللي يقليوها غير في السمن ماشي مناطق انا بلدان ماشي خاطر حنا المناطق تاعنا نعرفوا اللسان نديروا غير شطيطحة بالحميصه نعم روحوا لهنايا الطبق الرئيسي تاعنا اللي عندنا لهنايا اللسان اللي درناه لهنا بالزيتون بدلنا له بك اليوم نديروه بالحميصه وكما نقول لكم الدرس عادي على الطريقه تاعنا التقليديه ضفنا له لهنايا الزيتون والجزر لهنا باش نعاودوا نبدلوا له ماشي لازم اللسان نديروه غير شطيطحة بالحميصه نقدروا نديروه حتى هو كيما الحم في بلد اخر بالزيتون لا لا لا, لا احنا لهنايا نديروه لا كاين بعض المناطق اللي يديروا له الزيتون مي المعظم احنا الجزائريين كان نديروا بالحميصه ياك بالطماطم تاكلوا بالحميصه بالحميصه احنا ناكلوا بزاف زيتونه احنا في الجزائر نعم نستهلكوا بزاف ماده الزيتون والو صباح الخير اهلا وسهلا يا درا انتم شطيطحة بالزيتون ولا بالحميصه القلب الجزائري صباح النور اهلا وسهلا مرحبا بك صباح الخير اخلط فيك يا اهلا وسهلا واش راكم معكم غايه غايه الغايه نتعرفوا عليك سهام عريزان الاسم الكريم؟ الاسم الكريم؟ سهام الغليزان سهام عاش الاسامي سهام اهلا وسهلا مرحبا بك وكل ناسنا من غليزان الله يسلمك قولي لنا شفتي اليوم طياب اللي حضرونا شيف نديم؟
واسطيطحه لسان زكري. ايه انتم كيفاش ديروا هذه الشطيطحه؟ كيما شفنا بين بالزيتون. بالزيتون حمراء. بالزيتون. بالزيتون واه. ديروها بالزيتون. لا لا الغرب يديروا زيتون. نعم. طاجين الزيتون معروف في منطقة الغرب الجزائري. بالزروديه كامل المقادير المكونات نفسها. كامل المقادير اللي قالهم الشيف نديم. صباح الخير الشيف نديم. صباح الخير واش راكي لاباس؟ لاباس غايه انا متتبعه تاع الشيف نديم. ربي يخليك. الله يسلمك. هو معك الشيف نديم. الله يسلمك. كاش ما عندك كثرنا الشيف نديم رانا مقبلين على شهر رمضان كثرنا من مملحات. ما شاء الله. الله يرضى. زيدي ايوا الحلويات معسله اللي قراتها ان شاء الله. بما انك متتبعه وفيه للشيف نديم وش هي الوصفه اللي حبيتيها من ايديه وجربتيها؟ جربت وصفه شو عندنا وصفه طبق شوف اللي داروا ايه وينجحوا معك الوصفات؟ ينجحوا معايا الله يبارك الحمد لله. نعم ينجحوا معايا. اذا عندك اي توصيات تفضلي. مرحبا بك سيدي. صباح الخير شيف ايمان وش راكي؟ خلاص شيف ايمان صحيح خلاص. شيف نادين سيدتي فرحت 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 نسيتيها بلي ما تعرفش طيب. الله يحفظك. هاي عايشه الدور. ليك ليك. شوف كيفاش هي عايشه الدور شوف. وتحياتي لصالح زهره. يبلغ لهم السلام ان شاء الله يشوفوا فينا زملائنا. انا متتبعه وفيه تاع صباح شروق. مرحبا بك سعداء. محظوظين بيك. محظوظين بك. وشو موضوعنا اليوم؟ الادمان الالكتروني. احنا نحكيو على الادمان الالكتروني. انت من الناس اللي تبعوا التلفزيون برك ولا تبعي تليفون؟ من داك من داك من داك تلفزيون من داك الالكتروني من داك تليفون. عندك دراري؟ عندك ولاد؟ عندي عندي اثنين. الله يبارك. شحال في عمرهم؟ عندي وحده عندها 12 عام وواحد 6 سنين. هي راهم كبار. الله يبارك. عندهم هواتف ولا ما عندهمش تليفونات؟ لا انا برك احسن شيء. وتليفونك في العاده شكون اللي يستعملوا بزاف مولادك؟ تليفوني في العاده البنت تاعي من تكون عندها من داك فروض اختبارات تحل بها هكا فروض تمارين ولا يعني برك. القرايه برك طيب القرايه برك ما تجيش تحكمه. كيفاش تحل التمارين وتكوني معاها كي تفتح تمارين؟ انا معاها. كاين تطبيق؟ انا معاها وكي تكون فتره اختبارات ولا الامتحانات ما تقدمش كاع التليفون انا نحلها. ملاح. يعني هاكي تحت المراقبة كما يقولوا مراقبة تحت المراقبة تاع الأبناء تاعي. ما يلعبوش ألعاب يشوفوا رسوم متحركة في التليفون. أنا نقول لهم ما تلعبوش على جال النظر نقول لهم تاعي يضر في عينيك ماهوش مليح يلهيك على قرايتك. وياخذوا لك الرأي. ياخذوا الرأي نعم. إيه ملاح الله يبارك. ربي يحفظهم لك. نعم ياخذوا الرأي. واش من طريقة تستعمليها معاهم باش قنعتيهم الهضرة برك؟ ولا كاين وين عقاب ربما تأديب؟ لا الأبناء تاعي وافيين يستمعوا لي الهضرة بزاف. غير بمجرد الهضرة برك يفهموا عليك. بمجرد الهضرة نقول لهم. والوالد؟ ولا زاد بغا يدي ولا نبلع على التليفون ما يزيدش معايا. يعني هذه العقوبة. ولا التليفون تاع باباهم يحاولوش يديوه؟ لا التليفون تاع باباهم ماهوش الكتروني لا. لا خير. احسن ما عمل انه يكون عنده تليفون بسيط للمكالمات فقط. شكرا على اتصالك. انا عندي بصح مانيش مدمنه على التليفون الالكتروني عادي. اكيد تعيطي لنا من التليفون الهاتف النقال. من هاتف النقال اي خلاص دوكا راح الهاتف الثابت. تقريبا ماشي بزاف يستعمله. اي تبقى على خير. شكرا لك سيده سهام يعطيك الصحة. شكرا على اتصالك. شكرا. اذا الغرب الجزائري يديروا طاجين يديروا الشطيطحه لسان يديروها بالزيتون والزروديه. نعم قلنا لهنا الشطيطحه تاعنا واش حنديروا؟ حنديروا هنا على شكل طاجين زيتون لهنا حنديروه باللسان تاع البقري بيان سير. قلنا لهنا لسان نقطعوه مكعبات بعد نحولوا نقيوه مليح ونقطعوه مكعبات. ناخذوا لهنا قدره نطلع على النار. عندنا لهنا خليط لهنا واش درت حبه طماطم لهنا درت لهنا فلفل دريس والثوم. انا فلفل دريس ثوم وحبات طماطم رحيتهم مليح. لا ندير كميه تاع الزيت نقلي مليح هذاك الثوم تكثر الثوم تجي فيها الشطيطحه تجي فيها الثوم تجي بنينه بها.
لا نقليو مليح هذاك الخليط تاعنا تاع الدرسه تاعنا اللي كنت درت فيها طماطم والفلفل دريس ولا والثوم نقليوهم مليح، ومن بعد واش نديرو؟ نضيفو هذاك اللحم تاعنا ولا هذاك اللسان تاعنا بعد ما قطعنا مكعبات زيدو نقليوه مع المرقوع ونخلوه يطيب. لهنا كي درنا واش درنا توابل معاه، عندك الملح فلفل الكحل ملعقه تاع كمون وكذلك ملعقه طماطم مصبره، طماطم مصبره نحب نقلي فيها مع الاول لهنايا. بصح وشنو اليوم شنو حنقلي بها على خاطرش كان نقلي بها اللحم تاعنا يتقرش ما يطيبناش يعاود يشد روحه. نعم صافي طماطم حنديرها مع الاخير ماشي مع الاول، يعني هنا نحلها شويه ونخليها تتقلى شويه باش نحرق غير هذيك الحموضيه تاعها. ومن بعد لهنا عندنا لهنا بوكي غارني اللي فيه رند وزعتر بيان سور، نخلو هذاك الخليط تاعنا هذاك التوابل مع هذاك اللسان تاعنا يطيبوا، بعد نحسوا اللسان تاعنا دخلوا طياب هذاك، نضيفوا له الزيتون، الزيتون لهنا تبدلت له الماء واحد اربعه ولا خمس خطرات، نبدلوا الماء ندير له ماء سخون عاود ندير له ماء بارد على باش يتنحلوا هذيك المروره وتنحلوا هذيك الملوحيه اللي تكون فيه. حطوا الزيتون تاعنا يغلي مع الجزر في الاخر كي تجي حيطيب لنا نحسوا كلش بدخلوا طياب، نديروا هذيك ملعقه صغيره تاع الطماطم لهنا باش نخطروا بها لاصوص ديالنا، وفي الاخر كنطفي له العصره تاع القارص وكميه تاع المعدنوس. الله الله. نمروا الان للغربيه التونسيه. الغربيه التونسيه ما فيهاش مكونات بزاف، يعني ما فيهاش، فيها ثلاث مكونات برك. فيها غير الفارينه. نعم فارينه مايزينا سكر كلاص لا سكر كلاص لا سكر كلاص نعم وهذاك الليده نتاعنا اللي هو السمن ولا الزبده، وهذوك الفستق باش نشبحوا بك بك احنا ما فين نديروا القرفه احنا من الفوق هما يديروا حبه تاع البيستاش من الفوق. واش عندنا؟ عندنا لنا كيله تاع الليده. شاف ايمان البارح طيبت ال فتحت حلوه النقاش كعك النقاش كعك النقاش شوف هو كان راح يجي كعك نقاش من بعد ولا كعك تلمسان ما بان كعك تلمسان احمد جايه لتلمسان المهم انه طاب عندها يعني مشكل في تحريك الاصابع هو ولا غير بنين بصح ما عرفتش الشكل ما عرفتش ما عرفتش كيفاش تنقش النقاش راهم كاين هذوك ديمون اللي كي ديريهم انا درت هذيك المرحله بلا ليمون انت يا انا درت زعما كيما بكري هكا باش لا راهم ديمون اللي هما سبيسيال ديري عليهم هذيك الدويره تجي فيها تري باش تبعثوهم لي الناس كي شافوا تبهديله اللي درتها بعد ولاو كاع يبعثوا لي زعما ديري لي منين ذاك منين ذاك تعاود تفكر باللي هي من الجيل الذهبي تعاود تولي لكل ما هو تقليدي خلونا مع الغير ايه الفرينة شحال؟ نعم احنا واش قلنا؟ قلنا عندنا كيلة تاع الدم لهنا بعد ما ندوبوا ومن بعد لهنا نصفيها وذاك الماء هذه فيها غير شوية تاع الماء لازم هذاك نديروا وهذاك الماء نرميوه خاطر الماء هذاك هو اللي يبسنا قلنا خاطر اليوم هنا درت سمن وزبدة زبدة حرة هنايا خاطر كان نديروا لا مارغارين الأولى تسيبوا الماء يطلع بزاف هذاك الماء هذاك لازم نرميوه خاطر هو اللي حيبس لك الغريبية ديالك. صافي عندنا كيلة تاع الدم نضيفوا له هنا نص كيلة تاع سكور كلاص انا من الاحسن يكون سكور كلاص نص كيلة لازم خاطر كان كثروا بزاف السكور تيبسنا الغريبيه تاعنا. لا نخلطوا مليح هذاك الخليط هذاك فوي ولا ومن بعد نبداو نلموا فيها بالفارينة حتى تحصلوا على العجينه تكون متماسكه. نشكروا لهنا كريات يكونوا صغار هي حلوه تونسيه تكون صغيره ماشي صغيره كبروا ومن الفوق نديروا لها حبه البيستاش وندخلوها طيب على 180 درجه. نعم طيبوها لازم طلعوها مليح للفوق خاطر طيبنا غير من التحت هي تجي بيضاء. كنت درت الغريبيه ماشي خير والله. وش الحاجة اللي شاهدتك من الأطباق هذو تذكرها؟ نظن الغريبية الإنسان راني حنجرب يعني اليوم نشوف ما فيها تجرب لا ما عنديش الشك لا كل ما كانش شك في لا في كل باش نغمسوا بصح لازم نسلم الحل ندير لك ماشي مشكل جبنا العصير وطلبت كثروا اليوم إذا لكن نزولا لطلبات المشاهدين أكيد نستعرض العديد والكثير من المواضيع التي نفيد من خلالها جمهورنا الغالي. كثرنا فقط من اتصالاتكم حابين نزيدوا نسمعوا اصوات اخرى صرنا نخافوا على عالم الواقع اللي عايشينه تحولنا الى عالم افتراضي من خلال هذا النظارات اللي تم انتاجها مؤخرا من شركه ابل. انا كي شفتهم رهبت لطفي خفت قلت حيكون هكذا مستقبلنا يعني رافدين النظارات والحركات في الهواء يعني صراحة الواحد يخاف مليح تكنولوجيا حنا رانا ندمروا من التليفون الهاتف هذا اللي خلانا ربما خلى العلاقات الاجتماعية الإنسانية تضمحل وتضيع فما بالك مثل هذه النظارات آخر ما اخترعت واكتشفت أو أنتجت الشركة صح الشركة وللأسف لطفي فيه كثير كما قلت أنت الهاتف فقط ولا الألعاب الإلكترونية الآن وين ولا تسبب مشاكل كثيرة صح. مشاكل نفسية مشاكل اجتماعية وين تقدر توصل إلى حد الإدمان الإلكتروني هو مصطلح جديد نعرفه الإدمان نعرفه إدمان المخدرات صح. لكن الإدمان الإلكتروني هو شيء جديد في مجتمعنا وفي العالم بأسره
رح نعالجوا هذا الموضوع من الجانب النفسي وما كاش احسن من البروفيسور خديجه بن صديق ضيفتنا لنهار اليوم رئيس مصلحه الامراض العقليه في مستشفى البليده. نرحب بها، صباح الخير. مرحبا بك بروفيسور. أهلا شكرا وسهلا. لكم نورتينا. الله يسلمك. صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل مشاهدي ومشاهدات الشروق وصباح الشروق. شفتي التقرير اللي شفناه مع بعض اخر ما انتجت شركه ابل النظارات؟ نعم شفته. يعني شخصيا انا ما عجبنيش، لانه راني نشوف باللي فيه اكثر من سلبيات ايجابيات. شفت باغ اكزومبل على ليترونجي كاين اللي راهم يتمشاو ويسون كونيكتي يقوموا ببعض الحركات. احنا كنا زمان كي نسمعوا واحد يهضر وحده نقولوا مجنون، دخل مرحله الجنون. ومن بعد صرنا بالهواتف النقاله نتحدثوا وحدنا وصرنا نتعودوا، يعني تقبلنا الفكره. لكن انه الشخص يبدا يمشي في الطريق ويبدا يقوم بهذيك الحركات هو متصل بالعالم الاخر. نعم مجنون يعني في الشارع، عالم افتراضي وعالم اخر. يعني تخيلوا يولوا تولي تدريجيا معظم الناس ولا كل الناس يولوا بهذوك النظارات و عايش لنفسه. عايش لنفسه، نقولوا كيما لي زيكستراتيغاس كنا نهضروا عليهم بكري ونتخيلوهم، دروك راهم على ارض الواقع. ولينا عايشين في عالم افتراضي. صحيح. والعالم الافتراضي هو بعيد بعد كبير عن الواقع. يعني الان التكنولوجيا فيها ايجابيات يعني صحيح، ولكن فيها الجانب السلبي لانه اثرت كثير على مستوى العالم، ماشي غير على مستوى المجتمع الجزائري، على كل النواحي. يعني الناحيه الاجتماعيه، الناحيه الاقتصاديه، الناحيه العلميه، الناحيه الدراسيه، العائليه والى اخره. الانسان اجتماعي بطبعه. نعم. لكن وش هو الشيء اللي يخلي الطباع تتغير ويخلي الانسان يستقل من خلال الادمان على كل ما هو اجهزه الكترونيه؟ يعني شو اللي يصنع الادمان ويخلينا، ولكن الادمان يغير صح من طبع الانسان؟ اكيد. لما انت، يعني نعطي لك سبيل المثال قبل ما نوصلوا للاجهزه الالكترونيه ولا مواقع التواصل الاجتماعي، يعني انسان لما تتعود عليه، شخص تعود عليه دائما تشوفه دائما تتكلم معاه اكسترا اكسترا، ترجع مدمن على هذاك الشخص. لو كان ما تشوفوش يعني يقولوا عندك نبضات القلب سريعه. يعني كاين الناس هما اللي يعبروا عن هذا عن هذو المشاعر، يحس روحه مقلق، ممكن والف وقت معين هذاك الشخص يتصل به يبدا يفيريفي في الهاتف النقال تاعو اكسيتيرا. ما بالك يعني الجهاز الالكتروني اللي اخترعوا الانسان، ولا هو يتحكم في هذاك الانسان اللي اخترعوا. يعني شيء عجيب. المفروض هو وسيله تخلينا نتواصل مع نتواصل بها، لكن نعم. حاليا صار هو الكل في الكل. يعني نعم صار هو الكل صرنا في الكل، في غنى عن كل الاشخاص. تفضل تليفونه على شخص صديق. نعم يقابله. كيفاش الانسان نقولوا انه راهو مدمن على جهاز الكتروني، كسوا لي جو فيديو، تابلت، هاتف اكسيتيرا، لما الانسان ما يقدرش يقعد دقيقة ولا ثانية بلا ما يلمس ولا بلا ما يستخدم هذاك الجهاز. ولما ما يستخدمش هذاك الجهاز يحس بالفراغ، بالملل، يبدا السلوك يبدا مقلق، ممكن يبدا يخلق مشاكل كسوا في العمل ولا في على مستوى العائلة. يبدا يعني شغل اكسجين هذاك الجهاز الالكتروني يولي شغل اكسجين. ولما الشخص يبدا باغ اكزومبل يتواصل على يكون كونيكت على مستوى المواقع التواصل ولا يستعمل هذاك الجهاز الالكتروني ربع ساعات يوميا فما اكثر، هنا نهضروا على الادمان الالكتروني والادمان على الانترنت. لانه اون مويان نورمالمون 45 مينوت 45 دقيقه ساعه اليوم. لا اكثر في اليوم. في اليوم نعم. لما تولي اربع ساعات كاين اشخاص راهم يزيدوا على اربع ساعات. ويعني اللي اخترعوا هذه الاجهزه يسون تريز انتيليجون، يعني اذكياء. واش داروا باش الانسان يبدا يعني ما يقدرش يستغنى عن هذاك الجهاز الالكتروني، ولا باش ما يقدرش يستغنى عن هذاك موقع التواصل الاجتماعي؟ لازم تعرفوا انه هذوك الاجهزه الالكترونيه ما هو الشيء اللي ما يخلينيش يعني نكون نحسانه، ولكن نقول خلاص درك نحبس، درك نحبس، درك نحبس، حتى تفوت ربع ساعه 20 دقيقه ساعه، حتى نصيبها زوج تاع الصباح ثلاثه تاع الصباح اكسيتيرا.
لانه كاين الاشعه الزرقاء لا لوميير بلو، هذيك لا لوميير بلو اللي تخرج من الجهاز الالكتروني واش راح دير؟ تاثر ديريكتومون على مركز الدماغ، يعني لو سيستيم نيرفو سنترال. لو سيستيم نيرفو سنترال وين كاين افراز هرمونات يعني السعاده ولا الهرمون دو بليزير اللي تكلمنا عليها في المره السابقه اللي هي لا دوبامين. لا دوبامين هي راح واش راح دير؟ سي سكو نابل لو سيستيم دو ريكومبونس. مكافاه. المكافاه. اذا ويولي ان سيركل فيسيو، مادام راني كونيكتي، مادام هذيك الاشعه الزرقاء هي راهي تتحكم في مركز الدماغ تاعي، واش راح دير؟ فوالا راح دير اون انيبيسيون تاع لو سونتر اللي يتحكم في النوم. يعني اوليو نرقد على نرقد بكري، يعني راح تدير الساعه البيولوجيه تتغير. تتغير اكيد تتغير، والافراز تاع هذوك الهرمونات اللي يتحكموا في الساعه البيولوجيه ولا في مركز الدماغ ايضا العمل تاعهم يتغير، وايضا لا ترانسميسيون تاعهم تتغير على مستوى لي نورون اكسيتيرا. احنا هنا نحكيو على الجهاز اللي نحكموه باليد وبعيد علينا، يعني فيه مسافه. نعم. ما بالك النظارات اللي تلبسها وتكون لاصقه فيك وترتديها يوميا؟ هذيك النظارات هي اخطر، قلت لك لما شفتها انا يعني رايي الشخصي انها اخطر. لماذا؟ لانها اكيد انها راح تاثر يعني لدرجه الادمان اللي حت تولدها تكون فواديس اعلى بكثير. انا نقول فواديس لانه لماذا؟ نعطي لكم سبيل المثال، كاين هذوك لي سينما 3D فوالا 8D، كاين ميم 10D. يعني كي ديري هذوك النظارات تحسي انه راكي عايشه في هذاك العالم، فما بالك هذوك النظارات كاع يوم كومبلي وانت يعني لبستهم وكونيكتي. ديجا انسان راهو مدمن على هذاك الجهاز الالكتروني ويزيد هذوك النظارات، يعني مفراج راهي مشكل كبير جدا. وايضا واش راح يصرى؟ يصرى اختلال اكبر واكبر في التواصل بين يعني الافراد والبشر. البشر خلاص هذيك نعم هذيك الجماعه اكسيتيرا، التواصل الاجتماعي، البحث او يعني فقدناه، يعني راهو قريب يساوي صفر سورتو في لا جينيراسيون هذه الاخيره، راهي في خطر. انا يعني راني نشوف اكثر من السلبيات كل الايجابيات. وايضا لازم نعرفوا انه نحن كاشخاص ولا كانسان ما نعرفوش لا ليميت، ما نعرفوش نديروا حدود. نعم. يعني اللي بالك اللي اخترع هذاك الجهاز ما قالناش لازم ربع ساعات يوميا، ست ساعات، كاين اللي يوصلوا حتى 10 ساعات يوميا. شكون يتحكم في الادمان، النفسيه ولا العقل؟ وقتاش ندقوا ناقوس الخطر؟ ايه؟ وقتاش الاولياء يقول لك خلاص وليدي راه مدمن ولا بنتي؟ العمر اللي يخافوا منه. يعني الان انا شفت المشكل، انا جو سوي با اون تران دو بلامي لي بارون، ولكن ملي خرجوا هذو لي طابليت اكسيتيرا الام ولا تقول لك نعطي له لا تابلت باين لها فيها ما يظليش يبكي عليا، ما يظليش اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك يبدا الادمان على سن مبكر كبير، ومن بعد الطفل واش يولي؟ يولي ما يقدرش ما ياكلش بلا ما تحط له التليفون ولا بلا ما تحط له لا تابلت. وكان اللي يتباهى بروفيسور، كاين اللي تفرح تقول لك انا وليدي يعرف واش ما نعرفش انايا، يميتريزي بيان التليفون، يعرف التقنيات الجديده، التقنيات الحديثه، فرحانه. اكيد فرحانه، ولكن يعني كاينين بزاف الدراسات الحديثه اكدت انه كاين بزاف لي تروبل دو لونغاج، يعني لو غوتار دو لونغاج، الغوتار في النطق. رانا لاحظناها بزاف في الاونه الاخيره عند الاطفال، والاباء والامهات راهم يشتكوا ويجوا على سن مبكر، يقول لك بنتي ولا وليدي ما نطقش بكري، ولا يظلي في قدام شاشه. صحيح انه راه يتعلم في كلمات انجليزيه ولا اللغه العربيه اكسيتيرا، ولكن او ميم طون ما كاش هذيك، يعني لازم نعرفوا انه لما نتحدث مع الطفل ماشي كيما شاشه، راهو مقابل شاشه يتفرج باغ اكزومبل ديسانيمي رسوم متحركه ولا العاب ولا، وهذيك هي اللي راح دير ان غوتار، راح تسبب غوتار في النطق، تسبب دي بروبليم اليمونتيغ، يعني اضطرابات في الاكل، ما يوليش يحب ياكل، يبدا يبكي الطفل، يدير هو يدير شونتاج
للام. لو كان ما ديريليش هذيك الطابله ما ناكلش. ولا يدير سبب اخر، اي عندي مشكل في المعده، عندي الم في البطن، راسي راه يوجع. يعني لازم نعرفوا انه الاطفال راه يكون عندهم الحيله، وهذو هما يعني الاعراض الاولى عند الاطفال اللي يعني اللي تدفع الاولياء نتاعهم ولا الام باش تجي يعني عند المختص النفساني لو بسيكولوج اكسيتيرا للتشخيص. وكاينين ولازم نعرفوا انه هذو الاجهزه يعني الاكسبوزيسيون بريكوس المبكره الى على هذه الاجهزه الالكترونيه هو عامل محفز ولست فاكتور دو ريسك دو فولنرابيليتي باش يكون هناك لخلق مرض التوحد. يعني مرض التوحد كاين بلوزيغ فاكتور دو ريسك. نعم هو اضطراب. ولكن الاكسبوزيسيون او زيكرون اكسيتيرا هو عامل محفز ولا استن فاكتور بريسيبيتون، هو اللي رايح يسرع يعني. يسرع في ظهور اعراض اضطرابات في التوحد. ويعني باش نوري لكم انه الاعراض تاع هذا الادمان الالكتروني يعني التوش بلوزيغ فئات، يعني عندك الاطفال، عندك المراهقين، عندك البالغين، والان رانا نشوفوا متقدمين في العمر دركا ولا متقدمين في العمر مدمنين. نعم كتلقاي حاجه كبيره متقدمه في العمر عندها تيك توك، حساب تيك توك، حساب انستغرام، حساب فيسبوك. وكاين دراسات حديثه ما عندهاش اكثر من اسبوع، اقل من اسبوع، يعني هي تبقى افتراضيه انه لماذا مثلا كاين بعض الاشخاص هذو الاجهزه الالكترونيه تسبب عندهم ادمان، وكاينين ما يوليش ما تاثرش عليه. اذا توصلوا انه كاين عامل جيني، يعني كاين بعض الاشخاص عندهم جينات الإدمان. اللي يكونوا مبرمجه للادمان. نعم مبرمجه للادمان، صار لها كيما بعض المراكز ولا الجينات تكون مبرمجه للادمان على بعض المواد المهلوسه ولا المخدره. نعم ولا سلوك الاجرام. نعم ولا سلوك الاجرام، سلوك اجرام كيما لا سيونس دو كريمينولوجي. كاينين يعني عوامل افتراضيه نقولوا جينيه. اذا هذه يعني بقات افتراضيه، مازال الي با بروفي 100%، ولكن نعم عندها اسبوع ملي توصلوا الدراسات الحديثه انه بعض الاشخاص يحملوا بعض النوع من الجينات اللي تكون يعني عامل محفز مؤهل باش هذاك الشخص يكون مدمن على الاجهزه الالكترونيه ولا على الانترنت. العلاج بروفيسور نفس العلاج للادمان على بعض المواد كما قالت ايمان بقليل يكون هي بالنسبه للادمان الالكتروني؟ راح نعملوا على يعني نعاودوا ننظموا النمط المعيشه، يعني نعاودوا نرجعوا الى النمط التقليدي ان صح التعبير، يعني نعاود جو روبخون كونتاكت مع لا سوسيتي، نتحدث مع العائله تاعي، نتعرف على العائله تاعي، لانه هذو الاشخاص نعم تالمون يعني هذوك الاجهزه الالكترونيه ما تخليهمش مام با يتحدثوا مع افراد العائله، ما على بالهمش ما يعرفش ولاد خوه، ما على بالهمش مام با واش صاري في العائله. صح. يعني راهو منقطع على العالم الخارجي. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه عن طريق المختص النفساني، يعني ان سيكولوج ولا ان سوسيولوج ايضا مختص اجتماعي، راح نديروا جلسات نفسيه كساسوا تكون جماعيه ولا مغلقه. جماعيه لانه كاين بزاف حالات، كل واحد اللي يكون باغ اكزومبل كاين طبيب مختصه يعني نعرفه شخصيا، هو انسان متزوج وعنده اولاد اكسيتيرا، ولكن عنده مشكل ادمان، هو يقول لك يعترف انه مدمن على لي جو فيديو. يقول لك الزوجه تاعو لو كانت تخبيه له يدير اون كريز داجيتاسيون، يعني يبدا مقلق، حاله هستيريه يعيشها، حاله هستيريه يتقلق، ممكن يلحق حتى خلافات عنف. مع الزوجه تاعو للعنف ايضا. هو راهو انسان، راهو طبيب، راهو طبيب، ولكن ما قدرش يتحكم في السلوكيات تاعو. باش نعرفوا نعاودوا نولوا انه المركز الدماغ هو اللي يتحكم في كل شيء. اذا الجلسات اون جروب، ايضا جلسات اسريه باش نشوفوا وراها الخلل، لانه لازم نعرفوا ايضا نقطه مهمه انه كاين بعض الاشخاص
الإحساس بالوحدة ولا الإحساس بالتهميش في العائلة ولا ممكن الصدمة العاطفية ربما الصدمة العاطفية ولا هي اللي راح تؤدي إلى العزلة، يعني واللي يحوس على يعني الوسيلة تاع لا ريكومبونس يروح إلى مواقع التواصل الاجتماعي ولا إلى هذه الأجهزة الإلكترونية. الوسيلة اللي تربطنا بالمشاهدين هي التليفون. هي التليفون. نقولوا ألو صباح الخير. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله راني فرحانه اللي اتصلت بكم. انا كما يقولوا وفيا الشروق مصباح الثلاجيه. محظوظين بالاتصال. هذه اول مره تذكر كي نهضر معكم حول هذا الموضوع. انا عندي وليدي في عمره 13 سنه كما يقولوا قرا سنه الثانيه متوسط، مدمن على التليفون، مدمن، دار قناه يوتيوب وهذه حتى القرايه هو يقرا مليح ذكي. صح القرايه بعد عليها كما نقولوا اخر اهتماماته. التليفون ما حتى ولينا كي نحاولوا يهبل يولي يقول لي ماما ندير هذه ماما ندير هذه. حبوا عنده اخته كما نقولوا كبيره عليه هي اللي صارمه عليا، انا ماشي صارمه يعني معاه يغيظني هو صغير كاع، بصح اخته صارمه، بصح الحل ما على باليش كيفاش الحل معاه كيفاش ندير. وقتاش بدا يستعمل اللي هي الهاتف الذكي؟ عنده دوك هكاك واحد العامين هكذاك، يعني هاد العام لي بزاف عامين قناة إدمان. يوتيوب وحب يدير الانستغرام وصافي مع صحابه ومع ما عندكش أسئلة دكتورة؟ وشعل يعني كم عدد الساعات يوميا يعني الوقت؟ بدون تأخر بدون وقت لو كان خليه في الليل ما يرقدش. واسكو هذا يعني الإدمان على الهاتف النقل تاعو ادى الى يعني الانعكاسات سلبيه على الدراسه تاعو؟ يقرا مليح هو؟ ايه يقرا مليح يقرا مليح، بصح دوكاتي كيما نقولوا زعما كيكون عنده فرض ولا امتحان ولا يعني يقعد يقرا وما هو لا اخر اهتماماته كيما قال زعما ساعه هكذا في الليل يجيني في الليل يقول لي ماما عندي فرض تاع الفرنسي ويبدا يقرا هكذا ماشي التليفون هو الاولويه تاعه. في فوق الطابله تاع يرقد به كل شيء. قولي لي سيدتي فوق الطابله تاع الغداء ولا العشاء يشد التليفون ولا ينحيه؟ اه قلت لك ياكل به ياكل به كلش. وكان هناك عفوا مدام عنده اضطرابات في الاكل، يعني ممكن مؤخرا يعني في ايونور تاردي في الليل تسمعه باللي ناض ياكل لانه تلمون ياكل بسرعه ما يعني ما يجيبش خبر انه كلا ويحس بالجوع. اسكو لاحظتي انه بدا ياكل في اي وقت يعني ما كاش بالاخص كي ترقدوا في الليل؟ نعم يروح للكوزينه تسمعي تقربيع في الكوزينه؟ هذه كما يقولوا لا هو كي يرقد عندي خوه اللي فوقه هو اللي كما يقولوها او ما جابش الباك لا بروميير فوا راهو يعاودوا هذا اللي عنده هاد المشاكل هذا في الليل انا نرقد وينوض الكوزينه يعاود. ماذا ما لاحظتيش انه هذا الادمان زاد بكثره في وقت الكوفيد لما كنا في لا بيريود دو كونفينمون يعني في الحجر الصحي؟ نعم في حال في لا بيريود الحجر الصحي لما كيما شوفي كيما خو الكبير هذا صح، بصح هذا الصغير يعني غير كيما عنده عام ولا عامين اللي فاق لهذا الالكترونيات هذه. وفي المدرسه يدي معاه الهاتف تاعو ولا تنحيه له؟ لا ما خليهش لا ابدا، ديجا ماشي ديالو تاع اختو وشنو مستعدها كيما قال. والكونيكسيون شكون اللي فليكسي له الكونيكسيون شكون اللي مد له؟ اختو ساعات هو بدراهمو سا ديبون. انت ما جربتي حتى حلول معاه؟ واش جربتي معاه مدام؟ انا الحرمان كما يقول، بصح انا قلت لك انا يغيظني كيف اختو هي اللي واقفه عليه، يعني يقول الحقيقه اختو اللي كبيره عليه هي اللي واقفه. هذا هو المشكل تاع الامهات، يعني لازم تخلي العاطفه دو كوتي. لماذا؟ لانه هذا الادمان على الهاتف راهو يؤثر سلبيا على المعنويات تاعو على النفسيه تاعو وايضا على الجسد نتاعو لانه راح يكون مرهق جسديا ويؤدي الى اضطرابات في النوم. ولما راهي تنحي له الهاتف حتى هي لاحظت انه استاذ نقول لك حاجه واحده اخرى هو ما يركزش عندوش تركيز نقص تركيز ما يركزش
ما يركزش، نقص التركيز، هو كي يروح للمسيد كيما يقول. تعرف الاستاذة قالت لي عنده صح، هو طاقة كاع، قالت لي بصح ما يركزش، هو ايبر اكتيف، خفيف كلامتو، خفيف. نقص التركيز مدام لازم تعرفي انه هو نوع من السلبيات تاع التأثير السلبي تاع الإدمان على الهاتف. عقدش يرقد في الليل؟ عقدش يرقد؟ شوف الساعة 11 تاع الليل، وكان خليه يعني ولا يخليه خو ولا غري يبقى. وصباح ينوض يقرا عادي؟ ايه ينوض يبكر. ينوض يبكر، هو ساعته يرقد بكري وينوض بكري، بصح ملي بدا هاد التليفون بدا شوية. بس هذه حاجة مضرة جدا، لأنه يعني علميا لازم يرقد الماكسيموم العشرة تاع الليل، لانه ومن بعد ال 12 تاع الليل ما كاش سومي ريباراتور، معناتها قد ما يرقد ما يرقد 10 ساعات راح ينوض يعني عيان، ما من التركيز، قدره التركيز ولا قدره المردود الدراسي تاعو راح يكون قليل جدا. ولهذا المدرسه تاعو في المدرسه اكيد راهي قالت لك نقص في التركيز. ماذا بينا تقول لنا الحلول كيفاش ندير لها؟ هاي تبعك فينا اكيد. بارك الله فيكم. شكرا لك سيدتي، تحياتنا لك. منين راكي اتصلي بنا ما قلتيلناش؟ من الجزائر. من الجزائر العاصمه. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. شكرا على اتصالك. إذن بروفيسور ولا مشكل لو يأرق بزاف، انا نشوف الامهات. ام بروبليم دو سونتي بوبليك، يعني هو مشكل تاع الصحة العامة العمومية. لكن المشكل الأكبر أنه حتى الأولياء مدمنين يا بروفيسور. الأولياء مدمنين، يعني كاين يجون على مستوى الفحوصات، يجيب لك وليده ولا يجيب لك، يقول لك راهو مدمن. هو تلقاه باللي هو كي لما نشخصه يعني الفونكسيونمون تاع لا فامي، كيفاش العائلة الفونكسيون، الام ما ملي كانت باكيته في البيت اكسسوات بالك اللي تخدم ما عندهاش الوقت. لاحظت كي تدخل صح. تدخل عيانه صح. تدخل للكوزينه ومن بعد تتعب ومن بعد ترقد. لكن الام اللي ماكيته في البيت تلقاها كونيكتي في الكوان تاعها، الزوج كي يدخل كيف كيف، الاولاد كيف كيف. يعني الغلطه الكبيره اليوم يديروها الاولياء وهما يسون ريسبونسابل. انا جو بخون ريسبونسابيليتي ونقولها يعني حبوا ولا كرهوا. الويفي في الدار. الويفي في الدار، وكاينين بعض الاولياء يشروا الهاتف الذكي لاولادهم على سن مبكر. 8 سنوات 7 سنوات يشروا لهم تليفون وافيك اون بوس ولا كونيكسيون 4G. يا ودي كي تشري لي انا اختي نعيط لها باش تسقسي عليها تليفون عند ولدها. اكزاكتومون. تليفونها عند ولدها علاش يكونيكتي به؟ فوالا اكزاكتومون. اذا الان لازم نعاودوا، وعلى احنا كيفاش تربينا بكري، كنا لي جوي ولا برا مع الاولاد، هذوك لي جو تاع بكري ما يعرفوهمش هذو الاطفال تاع دروك. يعني ميم لو ديفلوبمون تاعهم بسيكوموتور ماهوش طبيعي. اعطينا العلاج، يعني اعطينا طريقه عمليه تقدر كل سيده في البيت توظفها وتطبقها مع اولادها. يعني لازم نتخلصوا من الادمان. نعم، دير ديجا ان تخيك دو كونترا، يعني كونترا مورال، كشغل دير معاه اون نيغوسياسيون. يعني اوليو يد لا شونتاج اتفاق، اوليو يد لا شونتاج هي دير له شونتاج، يعني تدريجيا. قال هي تعرف وليدها ولا بنتها واش تحب. يعني اليوم لازم ساعتين في اليوم، باغ اكزومبل كان يكونيكتي للساعات، نعطي لك ساعتين في اليوم وتشوفوا واش راهو حاب، وليدها ولا بنتها. لو كان تسمعي لي الهضره ولا تسمعي لي الهضره، راح نشري لك هذيك الحاجه ولا راح نخليك تلعب مع اصدقائك، ولا راح نخلي اصدقائك يجوا للبيت تخدموا تلعبوا انصومبل، ولا الحاجه اللي يحبوها الاطفال في الويكاند نخرجوكم في ان سباس فيغ ولا حاجه. ايضا كاين بعض يعني الاطفال حاليا ما لازمش الصوره تاعهم نشوهوها عند المدرسه تاعهم. يخافوا، يقول لك ما تقوليش المعلمه تاعي انه راني ما نسمعلكش في البيت. يعني انا شخصيا عندي اولاد اختي
يعني هذه هي الوسيله حاليا، يعني شفتها سبحان الله بالبكاء يبكوا. ما تقوليش المعلمه تاعنا وما نزيدوش نعاودوا ونديروا واش راكي حابه. هذا احترام للمعلمه ولا خوف من المعلمه؟ احترام للمعلمه لانهم يحبوا المعلمه وايضا يخافوا أن المعلمه يعني تبهدلهم قدام لي كاميرات. اي سورتو ماشي قدام الاصدقاء تاعهم، الصديقات. لانه نعم لازم نعرفوا انه هذيك يعني ليماج تاع الطفل، سورتو الطفل قدام البنت خلاص راهو بدا 7 سنوات اكسيتيرا، يشوف بلي راهو راجل اكسيتيرا، يشوف يعني يشخص روحه على حساب الوالد نتاعو ولا الجد نتاعو ولا الخال نتاعو ولا العم نتاعو. اذا هذه تقدر تلعب عليها، لانه راني شفت بزاف الاطفال اللي كانوا مدمنين بهذه الطريقه تدريجيا يبداو يتخلاو عن الاجهزه الالكترونيه، والعنف ولا الضرب واكسيتيرا هذا مش راح يؤدي الى نتيجه، او كونترير راح يزيد يخشن راسه، سورتو الى كنا في سن المراهقه. وعلى بالنا بلي سن المراهقه هو سن هش جدا، وهذاك هو الوقت اللي يعني لادوليسون ولا لادوليسون كساس والبنت ولا الولد يحبوا يفرضوا الراي تاعهم. ما تشوفش انه وقت الفراغ هو السبب؟ يعني يحب الطفل يملي فراغه يملاه بالتليفون. لو كان زعما نوظفوا له بعض الانشطه، رياضه نعم، الصلاه ايضا، مواقف الصلاه الرياضه كاين المدارس القرانيه صح. يتعلموا فيها، وايضا حفظ القران في المدرسه القرانيه واش راح تدير؟ راح تحفز الذاكره تاعو وتكثر من التركيز في الذاكره. كاين بزاف امهات وللاولياء يقول لك باللي ملي دخلت وليدي للمدرسه القرانيه بدا شويه يحفظ، بدا يعني اني جي روماركي باللي بدا يركز اكثر، بدا ما ينساش. وايضا الرياضه يعني الاحتكاك، الرياضه تؤدي للاحتكاك مع الاطفال من كل الطبقات ماشي، يؤدي الى نبعدوا شويه من هذيك الاجهزه الالكترونيه. لما يدخل المنزل راح نراجع له الدروس، ومن بعد راح يتعب بعد العشاء اوتوماتيكمون يتعب راح يرقد. وثاني اللمه هذيك العائليه، مليح يخرجوا برا يروحوا يتمزوا في الطبيعه صح؟ اكزاكتومون، يغيروا من طباعهم. نعم. ايضا يغيروا من الطباع تاعهم، اذا تدريجيا لانه انا نتحكم في الطفل تاعي ولا في البنت تاعي، يعني السلوكيات تاعها انا نغيره لها لو كومبورتمون. لازم نعرفوا انه علميا السلوكيات تاع الشخص كيفاش تتغير. نبدا هذيك السلوكيات كل يوم نغيرها لهذاك الشخص، ومن بعد الدماغ يتبرمج وبو دو سومان يعني 15 يوم الى 3 اسابيع يتغير السلوك. واللي كلش افتراضي ما نلمسوش الاشياء، حتى الهدايا كي نهديو باقة ورد نهديوها في شكل بطاقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والعيد اللي ميساج احنا برنامجنا باقة ورود حية حقيقية في بلاطو صباح الشروق قائمة. حتى انتم ما ورود يعني. انت اجمل وردة. الله شكرا لك بروفيسور، نورتينا واستفدنا كثير من خلال هذه الإضاءة حول موضوع الإدمان. ومازلنا نستفادوا بحضور ضيوفنا أيضا الحاضرين معنا كما الأستاذ عادل رضوان اللي راح نشوفوا معاه تنسيق باقة ورود على شكل هدية، ما كانش أحسن من أنه نقدموا باقة ورود كهدية. نروح نشوف الورود. تفضلي أكيد. أكيد. ريحة الورد ما بيش نهاية الحق ولا ما زال ضغط عليها ريحة الماكلة تاع نديم. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح النور أختي. صباح الخير. لاباس أستاذ، نسرق لك وردة؟ بيان سور. نمدها البروفيسور. بروفيسور أدي وردة ومن بعد روحي، أدي الوردة ومن بعد روحي. تفضلي. أدي أحلى وردة وروحي. دوكا خلاص تقدري تخرجي تجوزي منها. تقدري تخرجي منها، يا تفضلي. شكرا لك بروفيسور. كانت عارضة. شكرا. السلامة. إذا مشاهدينا نرحب بكم من جديد، ورانا مع ورشتنا اليوم تنسيق الورود مع كما قلت لكم الأستاذ عادل، أهلا وسهلا بك، مرحبا. يطول عمرك أختي إيمان، مرحبا بكم أنتم ثاني، مرحبا بطاقم الشروق. كما قلنا اليوم راح نشوفوا كيفاش ننسقوا باقة ورد. باقة ورد. نقدموها كهدية. كهدية بيان سور. من دون ذيك المناسبة، يعني نقدروا نمدوا هدية بلا ما تكون كاينة مناسبة. بيان سور بيان سور، بأي مناسبة نهديوا الورد نقولوا سواء لأمهاتنا سواء زواجنا صح لاي شخص يعني الانسان يحب يدير هديه. انا نشوفوا درت باقتين لا موجدين، كاينه هذه وهذه. وي بون
الباقه الاولى هذه نهار جيت ما جبت كاع هذه القرنفله هذه. صح انا ما شفتهاش قرنفله فوالا باسكو وقتها نوريوها بقى. وريها لزملائنا فاروق معنا يشوف هذه هي القرنفله هذه. لا هذه هذه الورده البيضاء. وهذا وش قرنفله هذه زونتان ثاني فوالا. والقرنفل هذا يعيش اكثر من الورد اكثر من الورد. الوقت تاعو دوكا بليزيور كولور كل حال. حضرونا البيوضه برك جابنا شي كولور وي. وكاين هنا نفس وظف ثاني القرنفل بالورد. القرنفل بالورد واسمو افيك لا ديكوراسيون دي فياج بيان سور. وجبت باقة ورد نسقوها انا نشوف فيها. نبداو نديرو نسقو مع بعض نسقوها اون ديريكت. شنو حدير؟ وي اخترت هذا يعني يجي هذا ورق هذا يقولوا سي لو بابي ماربا. بابي ماربا رخامي يعني ورق رخامي. رخامي هذو ما اوراق برديه بريه بريه بريه. راح انت تحوس عليهم رضوان تجيبهم بيان سور. هذاك لا ديكوراسيون لا ديكوراسيون تكون كاع الاوراق اللي اكزيستيو فوق الارض ديكوريو بهم اون ديغني باش ديري الفلوغ فوالا اون ديغني فوالا يزيدوا جماليه يعني. شوف اسمو بعد باش دير الفلوغ اللون الاحمر والابيض والابيض الباقه هذه. بدا يدخل الورد ولا مازال تحت الخارج؟ مازال تحت الخارج. مازال تحت الخارج. وقتاش الوقت اللي يكون فيه تاع الجزائر؟ ابختي مواد مي ان شاء الله. مي ان شاء الله يعني. مواد مي. هذوك نباتات بريه هذوك بريه. خلي انا نروح مين جبتهم؟ لو كان ديت معك نديم. شكون نديم؟ لو كان جا معك نديم يجمع علي نضحك نديم. بس في اليوم هبلتي نديم هكذا. متعه انك تروح انت تخير النباتات صح؟ بيان سور. متعة إيمان أنه يروح هو يختار نباتات أكيد. هذا هو الشيء اللي راه غايب في المجتمعات أنه الواحد يلامس الطبيعة. شوف شحال شابين شوف الشكل شحال مين يعني نباتات برية برية بصح شابة يعني شكلها جميل. الورد ما شاء الله يعني باقة بسيطة بصح شابة يعني جميلة بسيطة تهديها كما يقولوا عيد ميلاد. عيد ميلاد الواحد المريض. منى هذه هي اللمسة اللي لازم تكون. هي اللمسة اللي لازم تكون. هذه وين تزيدها من الفوق. شحال هو سعر الورده رضوان دوكا؟ هذه المستورده. المستورده راه 30000. 30000 وحده. اون 35 30 كاين يبيعوا حتى 40. وي. وكي يدخل تاع الجزائر ينقص شويه السعر؟ وي ينقص يلحق حتى 15000 20000. يهبط يعني. هذاك اللي حاب يدير يهدي الباقة ورد يستنى حتى المي مي جوان باش يهدي. حبيت صراحة. مش أجمل من أنه إنسان يعني يجيب لك واقة ورد. بقى عندها حاجة خاصة يكتب وي عليك. وي وي وي. بمعزة إنسان كيجي عندك ويجيب لك معاها. والمريض، المريض هذاك تحييه بال صح تحييه بالورد. نفسيته تتحسن بالورد. الله يغير تحييه. حبيت ما شاء الله. كملنا كملنا هنا نشوف الشكل. نوري الشكل النهائي.
شوفوا باقة ورد تاعنا لينا اليوم. الله ما نحكي لكمش. الغربيه التونسيه. نعم لهنا درنا الغربيه التونسيه لهنا فيها غير ثلاث مكونات واش درنا فيها؟ درنا فيها كيلا تاع زبده ولا سمن يكون حر، لهنا لازم نذوبوه الى فيه شويه تاع الماء هذاك الماء ما نديروش، ومن بعد نضيفوا له نص كيلا تاع سكر كلاص، من الاحسن يكون سكر كلاص، لازم نص كيلا، لهنا نضربهم براميكس باش يتخلطوا لنا يرجعوا على شكل كريمي. تجي خفيفه هنا لطفي. نعم بصحتك. الزبده عباك نقل مشاعري بزاف ما داق بني وتجي خفيفه ما تجيش ثقيله كيما تاعنا وما تجيش تثقلها هنا كيما الغربيه تاعنا اللي نديروها بالزيت لهنا. وشوف هنا نديرهم هنا حبات صغار هنا كميه قليله شحال خرجت باستلتهامها حبات تكفي تكفي يلاه. لا برافو عليك. نعم لموها بالفارينه حتى تحصلوا على عجينه متماسكه ما تشكلوا كريات صغار تاع 25 أو 30 غرام لهنايا يكونوا صغار ندير لهم حبه بيستاش وندخلوهم للفرن لهنا على 180 درجه نطيبهم غير من تحت هبط غير تنشف نخرجها. حتى المشارقه في سوريا عندهم هذا النوع من الغربيه. نعم حلوه لهنا. ولا هنا المقبله لهنا اللي درنا لهنا السال اللي شفنا لنا شرملناه هكذا واش درنا فيه؟ درنا لهنايا حبات على البصل قطعناها مكعبات يعني على طريقتين على طريقتين. نعم لهنا قلنا السال بعد ما غليناه وقطعنا لهنا لهنا قطعنا شرائح درنا له لهنايا سنة تاع الثوم البصل حبه تاع الفلفل حبه تاع الطماطم ودوك لهنا السنة تاعنا نقليوه لهنايا لهنا يجينا شغل محمر لهنايا ما يجيناش فيه ال يجيش فيه. انا هذا نفضل ناكلو سخون. نعم هي تاكل سخون وكاين اللي يديروه هذاك الخليط هذا كامل يقطعوه يخلوه خضر واللحم تاعنا يحمره وما يخلطوه مع مع هذاك الفلفل ياكلوه بارد ياكلوا. نعم هذو المشارقه يديروا هكذا اللسان ديالهم ولسان تاعنا لهنايا اللي درنا الزيتون راهو بدا يطيب. نعم لهنا بعد ما قطعنا لهنا كذلك مكعبات قطعنا لسان تاعنا قطعنا مكعبات صغار كل واحد لهنا تقطع يكون اختياري. لهنا بكنا بعد ما غلينا وخلينا لهنا حتى يتجمر لنا لهنايا نعرفوا لهنا شوف الزيتون يزيد لنا شويه في الفوليوم المهم يجينا خفيف كذلك. اذا دونوا لي هذه الوصفات لانه نعم. شهر رمضان الفضيل ما بقالوش بزاف واكيد انه يكون فيه تنويع في المطبخ الجزائري 30 يوم ما شاء الله وربي يتقبل منا العبادات والطاعات وايضا مليح انه تكون المائده الرمضانيه اللي تصنع تلك اللمه الجزائريه تكون صحيه بامتياز. ما كاش احسن من اكل اللحوم طازجه لكن بزاف من العائلات يفضلوا انهم يسلعوا لشهر رمضان الفضيل ويقضيوا مسبقا حتى اللحوم كاين بزاف ناس اللي يشريوا انواع مختلفه ومتنوعه يقوموا بطريقه حفظها في الثلاجه. الطريقه السليمه والصحيحه لاختيار اللحوم وايضا تخزينها راح تعرفوا عليها من خلال محطتنا المواليه جانا طبيب. اليوم جانا الدكتور طبيب البيطري يوسف خلاص يعطيك الصحه نديم اكيد مخرجنا راح يرافقك وراح يرافقتم يرافقنا ايضا أكيد. انا وايمان لطفي راح نستفادوا كثير من حضوره دكتور طبيب البيطري يوسف خراتين رحبوا به. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح النور لطفي. صباح الخير ايمان. مرحبا بك. الله يسلمك بك. كما قال لطفي احنا معروفين الجزائريين خاصه قبل شهر رمضان كاين بزاف ناس اللي تفضل انها تشري اللحوم من قبل يعني وتحفظها يعني في الثلاجه لكن بزاف ما يعرفوش يضبطوا الامور وما يعرفوش القواعد الاساسيه لحفظ اللحوم وهذا الشيء اللي يخلينا اليوم من خلال هذه الفقره انه نوضح لهم الامور اكثر ان شاء الله. ايفيكتيفمون فات يعني في موسم رمضان نعرفوا انه الناس كاباب كما قال لطفي انها تشري كميات كبيره من اللحوم ولا باش تكون تفضل انها تكونجليها ولا تحفظها في الثلاجه باش ما يقعدوش يخرجوا. وثاني يخافوا ترتفع الاسعار خلال شهر رمضان الفضيل. صح. لانه كاين بعض الباعه سمحهم الله ونزيدوا في الاسعار تاع الدجاج تاع اللحوم البيضاء اللحوم الحمراء وغيره. صح. يعني طريقة حفظ اللحوم تبدا من الشراء يعني كي نشريوها تبدا الاحتفاظ بها اسما ماشي يعني ننساو الطريقة الأولى اللي هي أن كي نشريو اللحوم نقدر نخليها مثلا في السيارة تكون درجة الحرارة تقدر تكون مرتفعة يقدر مثلا نخلي نشريها هي الأولانية ونخليها في السيارة يعني اللحوم سواء كانت بيضاء ولا حمراء يعني لا فيوند ولا يعني البواسون السمك نخليوه هو الاخراني اللي نشريوه جامي دا نشريوه مع الاول ومن الافضل انه يكون عندنا سكون ابل دي ساك ايزوتيرم ولا اكياس هذيك اللي تحفظ الثلج نقدروا نجيبوا معنا يعني نقدروا نقوموا بهذا يعني الطريقه حضاريه انه نعملوا كيس نديروا فيه لي باك دو غلاس ونخليو اللحوم تاعنا هي الاخرانيه اللي نشريوها. علاش؟ لانه اذا شرينا مثلا اللحم هو الاولاني وقمنا كامل درنا كاع في السوق ومن بعد راح
مثلا واحد يجيب دراري ولا يخليه في السياره، راح البكتيريا حتتكاثر وحيبدا ديجا يفسد اللحم تاعنا. ولا يدوم عام غلاسيير. ولا غلاسيير افيكتيفمون. انا عمي اون غلاسيير تحطها في الطوموبيل كي تجي حتشري اللحم باين دير امتي باك وتحطها باش تحفظ اوموا بين درجه الصفر حتى 4 درجات. يعني ماشي نكونجليوها ولا، مي تكون درجه يعني اللي نقدروا نحفظوا بها اللحم من السوق ولا من المتجر حتى للدار. اون فوا نلحقوا للدار مثلا، عندنا طريقه الحفظ تاع اللحوم تختلف شويه من اللحم الاحمر للحم الابيض والاسماك. الطريقه السليمه اذا مثلا شرينا عند بوشي وين هو اللي يغلفها لنا في هذوك لي بتيت باركات ويدير لك فيهم هذاك لو فيلم، ولا يعني يغلفهم بهذاك الكيس البلاستيكي غذائي للملائم، نحفظوها هكذا كيما عطاها لنا لو بوشي كيما نحطوها في لو فريغو. اذا شرينا مثلا في عند ان بوشي وين عطاها لنا مثلا دون ان ساشي لي ني با فريمون اليمونتير، يعني ما يكونش غذائي، ولا راح نقوموا بغلحقوا الدار نحطوها من الافضل انه في تبسي تاع زجاج ولا تاع سيراميك ولا، ونغلفوها ايضا بهذاك لو فيلم اليمونتير. لكن الخطا اللي نديروه انه مثلا شريتي 2 كيلو لحم تحطي يعني تحط مكدس اكزاكتومون، هذيك الطريقه ماهيش راح حتى ماهيش صحيه، راح تدير نشاط بكتيري في الوسط تاع اللحم ويقدر يصرى اتلاف تاع اللحم. يعني نفصلوهم كل قطعه وحدها. من الافضل انه نحلوه، يعني نفركوه هذاك اللحم باش يكون يعني قطعه ما تكونش فوق وحده، يعني نحلوه ماشي لازم قطعه وحده، مي مثلا مرسو تاع اللحم ولا تاع دجاج ولا نسيو يكون وحده في يعني في ديسبوزي سور لاسيات، تسمى نحطوا بليزيوغ يعني عده قطع لكن ما تكونش وحده فوق وحده. يعني هذاك نيفيتو هذاك التكديس، هذاك التكديس اللي حيؤدينا الى اتلاف. ماذا عن الجمع بين اللحوم؟ كاين بعض الناس اللي يشري الدجاج ويشري اللحم ويخلط يخبيهم مع بعض. خطا، هذا خطا كبير. علاش قلت لك لطفي انه اللحوم يعني طريقه تخزين اللحوم البيضاء والحمراء ماهيش كيف، لان البكتيريا اللي تكون في اللحم الابيض مش كيما تختلف، واذا صرا سكون ابل اون ميوتاسيون ولا تجانس تاع هذوك البكتيريا راح يقدر يدينا الى اتلاف ديجا تاع اللحم، ويقدر يؤدي الى يعني الى ان بروبليم دو سونتي، ما نقدروا يكون عندنا ان تي بروبليم دو سونتي. ميم طريقه اللي نخزنوا فيها اللحم في الثلاجه تختلف، يعني الثلاجه لازم نعرفوا بان فيها دي كومبارتيمون، يعني فيها اماكن وين تكون درجه الحراره مرتفعه اكثر من جهه اخرى، الرفوف اللي فيها اكزاكتومون. جينيرالمون الرف الاول هذاك الكبير تكون درجه الحراره بين 0 إلى 4 درجات، اللي تحته تبدا تطلع درجه الحراره. احنا اللحم ديالنا دائما نديروه من الفوق، يعني الثلاجه ولا المجمد الثلاجه يعني التجميد هذيك طريقه اخرى، يعني الحفظ تاع اللحم في الثلاجة لمدة ما تجاوز 3 أيام. عندنا اللحم الأبيض واللحم تاع الأحمر. عندك اللحم المفروم ما يتجاوز 12 ساعة في الثلاجة. إذا ما كليناش أون لا با كونسومي يفودغا لو كونجلي، يعني نحطوه في المجمد. 12 ساعة سي لو بون. كونجلا اللحم المفروم. يقولوا نعم. كي يترحى ماشي مليح، لانه يقولوا كي يترحى خلاص انفصل اللحم. لا نقدروا نكونجليو اون بو لو كونجلي، لكن ما نجاوزوش الشهر يعني في الـ في الـ في الـ في الكونجيلاتور. يعني من الاحسن ان ناكلوه الشهر ماكسيموم شهر، هو والاحشاء امام توسكي ابا مثلا الكبد الغرنوق هاد العفايس يفو با نحطوهم في الثلاجه بلوس دو 24 اور، وكي نكونجليوهم لازم الاحسن انه ناكلوهم في خلال شهر. اللحم عادي والدجاج نقدروا ناكلو حتى 3 أشهر، وكاين اللي نقدروا نستهلكو حتى 6 أشهر. فوالا لوغ يفو فيغ اتونسيون، لكن الخطوره تكمن توسكي باغ اكزومبل، يعني اللحم مفروم دجاج مفروم حندخلوا الهواء بزاف، راح البكتيريا تنشط كثير، يعني من الافضل انه ما نتجاوزوش 12 شهر. فوالا. وما هي الطريقة الصحيحة باش نديكونجليو اللحم؟ هنا كاين أخطاء توقع صح يعني. صح كاين، وفات كاين أخطاء اللي مام بالك نرجعوا 5 سنين من قبل، اللي كانوا يديروها يعني كانوا يعطوها لنا يعني اللي داروا أبحاث، كان يقول لك أنه ننجم ندير لا ديكونجيلاسيون في 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 الغرفة على درجة الحرارة تكون مناسب، يعني حرارة الغرفة تقعد 5 سوايع 6 سوايع، هذا خطأ
كبير لانه وي لا ديكونجولاسيون سو في يعني لازم تندار في الفريجيدار دون لو فريغو اونتر 0 اي 4 باسكو حنا ما نسحقوش اون ديكونجيلاسيون وين حتى يعاودي يولي كيما كان فريشك ولا نو سي جوست باش تنقص يفقد هذاك يعني باش ما يوليش صلب لانه كي يدخل يعني البرد ويكونجلي اللحم حيدخل داخل الخلايا حيكسر هذيك الخلايا باسكو تكون منعشه بالماء غير نحيو درجه الحراره رايحه تتكسر هذيك الخلايا يولي لا فيونت تاعنا ما تنتكلش تولي كي شغل ناكلو في شوينغام ولا صح يقولوا ثاني انه ماشي مليح كي تكون ما تكونش مديكونجليه مليح وتكون فيها مازالت البروده وترميها في النار ديرها في المرميطه وتقلي وتمسها النار يقول لك ماشي مليح ثاني يقولوا لازم درجه الحراره نتاع اللحم حسب الدراسات يقول لك لازم تكون درجه المعتدله باش يقدر يلامس النار باش ما يكونش هذاك الكونتاكت صفر اربع درجات يعني داخل الثلاجه خطا كبير انك ديرها في في, في يعني برا لانه كي تحطها برا درجه الحراره مثلا هي كانت موان 18 تعاود تحطها في درجه الحراره بلس 20 واش راح يصرى تنتج بكتيريا اللي راح تنشط كثير حناكلو يعني نقدر نقول لك بان هاد لافيون تكون معفنه يعني العفن وي 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 سي ملتيبليكاسيون باكتيريان انت كان عادي ما فيها شريحه جينيرالمون نلقاو فيها ريحه شوفي لو كان تحطيها كي ديكونجليوها من نحطوها من الكونجيلاتور تحطيها مثلا في الكوزينه في درجه مع ديجا مع السخانه تكون بالك واحد 25 حتى 30 درجه هذا اذا كنا في الفصل تاع الشتاء اذا كنا في الصيف سي ان كاتاستروف جو سي فري كو لا ديكونجيلاسيون تكون رابيد تكون سريعه لكن لا ملتيبليكاسيون بكتيريان تكون ماشي مليحه تكون كبيره يستعمل طريقه اخرى دكتور مثلا يحطها في الماء تدي كونجلا داخل الماء من الاحسن داخل الماء لازم تحطها داخل كيس تاع لا كونجيلاسيون هذاك سبيسيال دو لا كونجيلاسيون تحطها من افضل لطفي انه نحطوها في ماء بارد ولا في الثلاجه يعني الطريقه يعني السليمه انه باش نديكونجليو لا فيوند يفو با فيغ سكون ابل ان شوك تيرميك يعني ماشي اختلاف هذيك درجه الحراره حيفسد لنا اللحم تاعنا مام الاكل تاعو ما يكونش مليح يعني باش تاكل اون فيوند كيما شريتها يعني تشبه شويه مور ما كونجليناها انه الطريقه السليمه ان نحطها بين درجه الحراره 0 الى 4 علاش اونتر 0 و 4 راح يصرى التطبيط تاع تكاثر البكتيريا تسمى حتى كل حد ديكونجلا بعقلها وما يكونش فيه خطر على 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 الصحه يفو سافوار كو انه البكتيريا ايضا اللي تنتج من هذا التكاثر تاع كي تكون درجه الحراره راح تبدل لنا الطعم تاع الاكل حتبدل لنا الطعم تاع تاع اللحم حتى تعطينا اللحم ما فيهش الماء ما فيه حتى بنه فوالا الوغ يفو فيغ اتونسيون طريقه حفظ مثلا الدجاج ولا اللحم دائما باش نكونجليوها كي مثلا يومين ما كليناهاش نحطوها داخل كيس بلاستيكي ايضا ما نديروش تكديس ماشي مليح لازم نكونجليو واش نسحقو هي من الافضل انك سوا يعني اون ليطال في الكيس البلاستيكي ونجبدو غير بالعقل اكزاكتومون ولا دي بياس يكونوا وحدهم وطريقه ايضا كاين بزاف نشوفهم انهم يديكونجلي ومن بعد تكشاطلو شويه عاود يحطوا في الكونجيلاتور هذه طريقه خاطئه يعني واش ديكونجلي لازم تاكلو يفو فيغ اتونسيون ما يعاودش نعاودو نحطوه داخل الكونجيلاتور واللي ديكونجلي مباشره في المرميطه ينحي من الكونجيلاتور طريقه يرمي ديريكت في المرميطه طريقه صحيه بصح اللحم ما يجيش بنين علاش لطفي لازم دائما نديروا هذيك القاعده انه اللحم يكون مشبع بالماء اذا حطيناه في الكونجيلاتور رانا حنيبسوا الماء اللي كاين داخل الخلايا تاع اللحم لو كان نكسروهم راح تتكسر تولي عندنا اون فيوند كي انسولوبغ يعني ما تنتكلش كيما ذكرت انت قلت يصرى لو شوك هذاك لو شوك تيرميك بين سخانه وبين اكزاكتومون ميكرو اوند ما نفضلوش الميكرو اوند الميكرو اوند يزيد يفسد اونكور بلوس الماكله جوغ تولي اللحم يفسد كاع يعني ما عندوش ماذا عن الاسماك يوسف؟ الاسماك انا نفضل انه يشريوا كميات صغيره وياكلوا قيسهم لانه اللحم تاع السمك سريع الاتلاف يعني تقدر قيس ما تشريه من الدار تديه تشريه من عند الحانوت تديه للدار يقدر من العشيه يفسد الوغ يفو فيغ تخي اتونسيون السمك يعني البكتيريا اللي فيه يعني هو نورمالمون يعيش داخل الماء والماء داخل فيه الملح اكسترا يعني البحر اللي راح يحفظ ويدير عمليه تطبيط البكتيريا باش ما يصرالوش اتلاف الوغ اذا خرجناه من الميليو ديالو وديناه في درجه حراره وين تكاثر البكتيريا سي اون كاتاستروف
في نفس السياق دكتور، اسك التجميد اللي عندنا في الدار والتجميد يعني اللي نعرفوه تاع السمك المجمد اللي ينشروه برا يختلف؟ وي يختلف، وي هذا سؤال يعني بروفيسيونيل. وفات الطريقة اللي يديروا بها التجميد الصناعي، سكون ابل التجميد الصناعي، وفات يديروا تجميد يعني يكون غابيد، جوغ يحفظوا غيالمون السمك كيما كان كيما يجمدوه، دوكو لا ديكونجيلاسيون سخا ميور. وكان انت تكونجلي اون فيونت في الدار والاخر ما تصلحش، لكن طريقة الحفظ، مدة الحفظ تاع الأسماك اللي نشريوهم ديجا بخي اون بالي ولا تكون مثلا سو فيد ولا طريقة تكون أكثر ملي يعني الحفظ تاعها يكون باغفوا يتجاوز العام حتى العامين. لكن اللي نديرو حنا في الدار من الأفضل أنه ما نتجاوزوش ستة أشهر، يعني ست أشهر يعني كارثة. خلاص أقصى مدة. شكرا لك دكتور خضراني، نورتنا بحضورك كالعادة دائما، استفادوا منك كثير مشاهدينا الكرام. اللي تابعونا من كل ولاية الوطن الحبيب، ولاية سطيف على موعد لاحتضان فعاليات الأيام المسرحية العربية اللي راح تنطلق يوم 15 من الشهر الجاري. حاضر معنا السيد عبد الوهاب رضاونا باش يحكي لنا اكثر، هو المدير عام مدير للايام المسرحيه، باش يعمل لنا اضاءه خفيفه حول هذه الايام. صباح الخير. صباح النور. اولا نشكركم على هذه الدعوه والاستضافه. صباح النور لكل مستمعين ومشاهدين قناه شروق تي في. فاروق رضاونا مدير الايام المسرحيه العربيه في طابعتها الثانيه، دورة الشهيد حسن بالكيرد اللي راح تكون ان شاء الله من 14 الى 18 فبراير 2024 بدار ثقافه هواري بومدين. هذه تظاهره تحت الرعايه الساميه للسيده وزيره الثقافه والفنون الدكتوره سوريا مولوجي، ومن اشراف المجلس الشعبي البلدي لبلديه سطيف، وبدعم من صندوق الدعم وتطوير الفنون بوزاره الثقافه، وبالتنسيق مع المسرح الوطني والمسرح الجهوي العلمة ودار ثقافه هواري بومدين، وبمساهمة مديرية الثقافة والفنون. هذه التظاهرة إن شاء الله اللي راح تكون في طابعتها الثانية بمشاركة 6 دول عربية. يعني إن شاء الله طابعة دولية يعني. طابعة عربية أكيد، احنا في طابعة ثانية. طب الشيء اللي تميز في هذه طابعة ثانية إن شاء الله أنه راح تكون دولة شقيقة، والدولة اللي كامل نحبوها دولة فلسطين شقيقة. إن شاء الله راح تكون ضيف شرف هذه الأيام، متمثلة في الفنان القدير غنام غنام اللي جانا بعرضه المسرحي بأمي أعيني يا فلسطين، بالإضافة إلى مشاركة دول عربية شقيقة، على سبيل المثال دولة العراق، على سبيل المثال سلطنة عمان، تونس الشقيقة، جمهورية الصحراء الغربية، دولة مصر. يعني الحمد لله العروض اللي تم اختيارها عفوا، ان شاء الله احنا دائما نحب نقدموا الافضل ودائما نحوسوا، لانه جمهور سطيفي جمهور معروف ذواق للفن، يتذوق الفن. شفناها في الطابعه الاولى، هذا اللي كان اصبح لنا عبء باش احنا دائما نحاولوا باش نقدموا لهم الافضل. الطابعه الاولى الثانيه كانت في الصيف يعني. الطابعه الاولى الثانيه كانت في الصيف. ماشي النقائص اللي حاولتوا تداركوها اللي كانت في الطابعه الاولى؟ اكيد يعني احنا يوم اختتام الطابعه الاولى بدينا العمل على والاشتغال على الطابعه الثانيه، علاش باش نفيتيو النقائص اللي كانت في الطابعه الاولى. الحمد لله يعني الشيء الجميل انه الاقبال الجمهور كان اقبال كثيف، يعني دار ثقافه هواري بومدين تقريبا 700 مقعد، يعني شفنا حضور عائلات صيفيه، كاين حتى من ولايات مجاوره، من ولايه برج براريج، ولايه مزيله، ولايه قسنطينه، اللي جاوا وشافوا هذه التظاهره. الشيء اللي يميز الثاني هذه التظاهره انه هناك ورشه تكوينيه، ورشه فن الاداء من اعداد الفنانه القديره هناء الوسداتي من تونس، ورشه الكتابه يعني فن الكتابه من اعداد الكاتبه والمؤلفه صفاء البيالي. هذا برنامج طبعة ثانية. هذا برنامج تاع طبعة ثانية. طبعة ثانية. صفاء البيالي من دولة مصر، ورشه السينوغرافيا من اعداد السينوغراف الجزائري يوسف عبدي. الشيء اللي تميز شو يستفيد من هذه الورشات؟ اكيد احنا الطبعه الاولى كانت الورشات اونيفو ناسيونال للجمعيات والتعاونيات، يعني اي واحد اي شاب هاوي ولا يحب المسرح. الطبعه الثانيه قررنا احنا كاداره ايام هذه باش تكون الورشات التكوينيه للطلبه الجامعيين. يعني الحمد لله هذا كان مخطط تاع البرنامج تاعنا، وين يستفاد منها يعني اكثر من 80% من طلبه جامعيين. قمنا بالتخصصات جميع التخصصات، كاينين
بلا اللي درس المسرح يعني كاين اللي يحبوا المسرح التخصص كاين يكون تخصص مش يعني مسرح بصح شفناهم واتصلوا بينا وماركيناهم سجلناهم يعني علاش مشينا للجامعه لانه في الاقامات الجامعيه هناك طلبه اجانب عندنا طلبه اردنيين طلبه فلسطينيين طلبه من هذا يقودنا للحديث عن المشكل اللي في الجزائر ربما يعتبر مشكله انا نشوفه لانه في كل البلدان نلقاو المسرح الجامعي داخل الحرم الجامعي نلقاو مسارح ونلقاو حتى بعض كبار الفن في العالم العربي وفي الدراما التركيه ربما تخرجوا من المسرح الجامعي اكيد اكيد لانه الجزائر فيها المسرح ما فيهاش مسرح حاليا كاين مبادرات كاين مهرجان مسرح جامعي بصح نعطيك على سبيل المثال ما عندناش مده 4 ايام ابرام اتفاقيه شراكه بين وزاره الثقافه والفنون ووزاره التعليم والبحث العلمي يعني هناك اتفاقيه شراكه باش انه يعود يقدم هناك عروض مسرحيه داخل الجامعه وورشات تكوينيه احنا يعني بكل صراحه احنا عندنا تقريبا 20 يوم اللي خممنا في الامر هذا لانه سي تري امبورطون الطالب الجامعي يعتبر يعني هو اللبنه تاع هو اللبنه اكيد صح معليش كما نربحوش كفنان ولا نقدروا نربحو كمتفرج يعني كطبقه اللي تبني عليها باش تمشي للقاعات يولي عندك جمهور غفير جمهور تتوقعوا ان يكون حاضر بقوه اكيد ان شاء الله اكيد الايام اكيد ان شاء الله بالاضافه الى هذه التظاهره هذه 6 دول عربية اللي راح تتنافس على 5 جوائز، جوائز مالية، الجائزة الكبرى الشهيد حسن بالكيرد، جائزة أحسن نص، وجائزة أحسن سينوغرافيا، جائزة أحسن إخراج، وأحسن أداء رجالي، وأحسن أداء نسائي. هذه العروض اللي راح تكون هناك لجنة لتقيم هذه العروض، أعضاء لجنة التحكيم رئيس لجنة التحكيم الفنان القدير والمخرج أحمد رزاق، عضو رئيس لجنة التحكيم عفوا الدكتور حامد عامر من دولة العراق عضو الفنان القدير والسينوغراف حافظ خليفة من دولة تونس الشقيقة عضو الفنانة والكاتبة صفاء البيالي من مصر الشقيقة عضو والفنانة القديرة سميرة صحراوي من الجزائر عضو وقتاش يبداو يلحقوا ضيوف الجزائر؟ يوم الاستقبال ان شاء الله راح يكون يوم 14 فبراير بالصيف والانطلاقة والاحتفال الرسمي ان شاء الله راح يكون يوم 15 فبراير يوم الخامس كل جولات سياحيه تعرفوا اكيد 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 احنا مؤخرا عملنا فيديو ترويجي يعني فيديو ترويجي للايام في الفيديو مشينا للمناطق السياحيه لانه الهدف دائما انه احنا نعرفوا بالمنطقه تاعنا نعرفوا كي يجونا ناس يجونا ضيوف نقول لهم نعرفوهم ببلادنا باللي هذه هي الجزائر نعرفوهم بجمال الجزائر مشينا بهم لمناطق معروفه على مستوى ولايه سطيف على سبيل المثال مقرس جبال مقرس وكانت يعني جو فيه ثلوج وفي الميناء تما باش روجنا الفيديو من اجمل المناطق معروفه زدنا مشينا للمناطق الاثريه جميله اللي راح يكون ان شاء الله يوم الاختتام ان شاء الله راح تكون رحله لجميع الوفود لموقع الجميله باش يكتشفوا الاثار ومدينه جميله المشاركين من الجزائر في هذه الايام المشاركين من الجزائر كاين 2 عروض العرض الاول لتعاونيه رفقاء نجمه من ولايه سطيف بعرض مسرحية اللعبة والعرض الثاني للمسرح الجاوي عنابة بعرض مسرحية حلاق إشبيليا كيفاش تم اختيار هذا أكيد هناك لا اختيار جميع الفرق ماشي الفرقتين اختيار الفرق كان هناك لجنة انتقاء يعني لجنة انتقاء اللي اشتغلت تقريبا أكثر من 6 أشهر وهي يبعثون الناس لنشوف العروض ومن بعد اللجنه هذه اختارت 6 عروض اللي راح تتنافس على الجوائز ان شاء الله. اكيد راح يستمتعوا الحضور اللي يكونوا حاضرين في اكيد ان شاء الله يا ربي. يوم 14 من شهر يوم 15 ان شاء الله حفل الافتتاح العام هذا ان شاء الله الافتتاح راح تكون هناك لوحه يعني فنيه معبره خاصه بالقضيه الفلسطينيه هذه اللوحه بعنوان صمود حنظله من تاليف الفنان القدير جمال عبيدي. وبمشاركه يعني انا اصريت باللي انا جميع الضيوف اللي راح يكونوا حاضرين يشاركوا في اللوحه هذه شوقناهم بزياده شوقناهم بزياده اكيد خليهم يروحوا يحضروا للعروض شكرا لك شكرا لك في فن الطرب
وكل محبي المطبخ الجزائري بتنوع وصفاته عندهم نصيب كبير اكيد في برنامجنا. والرائحه الله 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 اللي راهي تلحق. وشوفوا لي شطارتي وشوفوا لي شطارتي ونديم. يعطيك الصحه شيف نديم. شوفوا لي ها طلبت الكسره. مبدع مبدع شيف نديم يعطيك الصحه. كولي الكسره صحتك. وانا ناكل اللسان. انت حبيتي الكسره. وانا ندوق اللسان. بسم الله ندوق انا هذا لانه بسم الله 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 الفرشات كيفاش راهو طري. نعم انا راهو طري بسم الله يجي مشرمل يجي كذلك مليح مصوص يجي بلان. صحتك لطفي ربي يخليك. علاش درت لها مرقه بالبصل؟ احنا درنا البصل الثوم حبات الفلفل قطعناها كذلك شرائح قليناهم مليح في الزيت وبعد ابداع شرحنا هذاك درنا الشرائح ومن بعد درناهم ابداع بسم الله فوق هذيك صندوق الزيتونه في الاخير درنا لها كميه تاع زيت زيتون شويه تاع الماء الله يسلمك ايمن ربي يخليك. بنينة يعطيك الصحة حبيت والشكل تاع الغربية انت تهبل بزاف ذوقي ذوقي لي ذوقي من بعد كي ذوقي تشوفي من بعد انا ندي لا لا مبدع مبدع الشيف نديم ما شاء الله عليه يعني بصمتك ثابتة في برنامج.